البند ثانيا من الماده 24. انا كنت بدي اسال رئيس اللجنه المحترم عن موضوع لا يجوز، اللي هو في ثانيا لا يجوز العضو ان يتقدم بسؤال سبق ان قدمه عضو اخر بذات الموضوع وفي الدوره التي ادرج. هذه اللفظه هكذا حماله اوجه سعاده الزميل. لذلك بناء على جوابك الان على سعاده الاستاذ صالح العرموطي، انت تقول في الدوره نفسها، اذا اضف هذه العباره، انا مع واقترح سعادة الرئيس إذا سمحت خليك معاي، أنا أقترح أنا اللي معك خليك بالموضوع بس أنا عم بحكي لهذا الموضوع، بقول إذا بناء على جواب سعادة رئيس اللجنة على الأستاذ صالح العرموطي زميلنا المحترم حول موضوع الدورة اللي فيها السؤال، ف يعني أنا مع اقتراح أن يضاف وفي الدورة نفسها حتى تكون واضحة، لأن بدون هذه العبارة بتصير حمالة أوجه. أنا أشكل علي والأستاذ صالح العروض وصلت دكتور محترم برضو أشكل عليه أحمد أبقر وصلت. شكرا سعادة الرئيس. مكتوب اقتراحك عندي، تفضل أحمد. الحقيقة أرجو أن أميز مع الإحترام الشديد للذوات بين مختلف الفترات في مناقشة هذه المادة، وبالجملة فأنا أثني على مداخلة الأستاذ الكبير أستاذ صالح العرموطي في هذا الموضوع. النائب في موضوع الأسئلة هذه أداة رقابية مهمة جدا، بالتالي حصول النائب على المعلومات اللازمة هذا أمر في غاية الأهمية، وقد حاولت اللجنة مشكورة أن توسع دائرة الفقرة باء في موضوع تحصيل المعلومات، لكنني على وجه الإيجاز أقترح هذا النص للفقرة باء: وأية معلومات يتطلب وجودها سواء ما يتطلبه أو ما يتعلق بالأشخاص أو الهيئات أو الأرقام. إن سكوتنا على شركات مشبوهة وعدم ذكرها وعلى أشخاص فاسدين لم يذكر وتذكر أسماءهم بعد ثبوت فسادهم قضاء وحقيقة أدى إلى مزيد من الفساد. شكرا. شكرا دكتورة ديمة طهبوب. شكرا سعادة الرئيس. يعني هذه المادة كلنا عانينا منها في مرحلة ما عندما تأتي الأجوبة من الحكومة خالية من الدسم، فنسأل عن أسماء ووثائق وأرقام وتأتي الإجابة الحكومية خالية من كل ذلك. لذلك إضافة اللجنة كلمة معلومات هي شيء جيد، ولكن نحن نخاف من تفسير الحكومة لكلمة معلومات، إنه تقول لك بعد وقت أنت معلومات لا تعني الأسماء ولا تعني الأرقام ولا تعني الإحصائيات. لذلك أنا أتمنى على اللجنة الكريمة أن ترفق أو يعني تتبع كلمة معلومات بكلمة أيضاً وثائق. بينما التعديل الثاني أعتقد أنه تعديل إيجابي للغاية، لأنه هنا نتحدث عن سؤال تم مناقشته، وعدم تكرار السؤال الذي تم مناقشته أعتقد أنه يعني بيوفر وقت الجميع سواء حكومة أو أمانة عامة أو نواب. شكرا سعادة الرئيس. شكرا دكتور علي حاج أحجام. على 24 انسى الموضوع. خالد أبو حسان. سعادة الرئيس، يعني أنا بدي أعرج وأتسلل على موضوع وزير الصحة، على وزير الصحة الاعتذار فوراً، لأنه وزير الصحة سيدي الفيديو اللي انتشر عليه لا يجوز، ما بيطلع له دس رجلين الناس المجتهدة الموجودة بوزارة الصحة، وعند الاتصال مع مدير مكتبه قال لي أعلم بخيرك اركبوا هذا اللي عند الوزير. شكراً سيد الرئيس. ننتظر إجابة من معالي وزير التنمية السياسية على هذا الموضوع لعدم وجود معالي وزير الصحة. فضيل النهار سعادتنا. فضيل النهار. شكرا سعادة الرئيس. صباح الخير إخواني أصحاب السعادة النواب. أنا مقترحي هو بمثابة سؤال، وبدي خليني أقول نستوضح من الحكومة أو من سعادة رئيس اللجنة على عبارة أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة. يعني هذه العبارة أرجو توضيحها بشكل دقيق، إنه هل تشمل القرارات
والأعمال الصادرة عن الوزراء ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات وذكر الأسماء التي تستند دائماً الحكومة على الاجتهاد وعلى التفاسير الصادرة بعدم جوازية السؤال عنها وتسمية الأشخاص والأسماء المعينين. يعني بدنا جواب إذا هذه العبارة تشمل، ونستطيع إحنا كنواب عند السؤال عن أي اسم وعن أي معلومة وعن أي عمل يقوم به الوزير إنه تكون واضحة هذه مزودونا فيها، فخير وبركة. إذا التوضيح ما كان ودي مشان نعدل هذا النص ويكون إن الحق إنه نسأل كيف الوزراء ورئيس الوزراء مسؤولين حسب الدستور الأردني المادة 34 أمام مجلس النواب، ومش مسؤولين وما إن الصلاحية إنه إحنا نسأل عن أعمالهم وتعييناتهم. شكرا سعادة الرئيس. رئيس اللجنة تفضل. جوابا على أخوي أبو جواد، نعم الهدف من إجراء هذا التعديل هو تحقيقا للغاية التي تحدث بها الأخ أبو جواد، ومعالجة لتفسير سابق انتقص من دور النائب الرقابي في السؤال والاستجواب وطلب المعلومات. وهذا التعديل أعتقد أنه من أهم التعديلات التي تصب في مصلحة المجلس وتعزيز دوره الرقابي، وإن شاء الله يعني بعتقد ستحدث نقلة وسيحسن ويفعل من أداء النائب في مراقبته لأعمال الحكومة. وما صدر من قرارات تفسيرية سابقة كان هدفه انتقاص الدور الرقابي لهذا المجلس، واليوم استعدنا هذا الدور من خلال هذا التعديل للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي عانى منه كل الزملاء. تحدث معي الأخ محمد الرياضي قبل قليل، قلت له هذا جاء ليحل المشكلة اللي كنت تعاني منها زمان في توجيه الأسئلة وفي الإجابات التي تأتي من الحكومة، واليوم يعني تم معالجة هذه الخلل، هذا الخلل الذي كان يعتري تطبيق النظام الداخلي وفي العلاقة ما بين مجلس النواب والحكومة. وشكرا سعادة الرئيس، وأعتقد هذه الإضافات إيجابية جدا، وهي كانت عبارة عن مطلب لكل أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا لدينا بمقترحات ترجمناها بموجب هذا التعديل الذي بين يدي مجلس النواب، وأدعو النواب إلى التصويت عليه. شكرا. يحيى سعود. شكرا سيد الرئيس. يعني أنا بدي أثني ما تحدث به الزميل أبو عماد بخصوص المنظمات المشبوهة، وحقيقة يعني تغلغلت في البلد إلى حد كبير. الموضوع الثاني أنا سعادة الرئيس موضوع الأسئلة والأجوبة، حقيقة يعني هذا موضوع يعني أنا بقول دور الرقابي لمجلس النواب غير فعال، والحكومة تضرب بعرض الحائط ما تقوم به أسئلة النواب. يعني أنا بدي أسأل زملائي اللي ثنى ثلاث دورات، محمد الظهراوي ومحمد إهتيب والشباب اللي إنه ثلاث دورات وعلي الخلايلة، ونسأل معالي أبو فيصل أقدم نائب في البرلمان، هل الحكومة فعلا يعني بترد على أسئلة النواب باحترام وبتطبق النظام الداخلي والدستور اللي أقسموا عليه؟ لا والله، والله ما هو صحيح. وأنا بقترح اقتراح، وإذا زملائي بأيدوني، إنه نريح الحكومة ونوفر قرطاسية على الدولة الأردنية الأسئلة والأجوبة، لأنه حقيقة ما بنقوم في دورنا. بعض الزملاء بجوز بتجيبوا له سؤال أو سؤالين، الأمان العام مزبطينهم مرتبين أمورهم. أنا بقترح سعادة الرئيس إنه هذا الموضوع نقفل باب النقاش فيه ونلغي هذا البند الأسئلة والأجوبة. شكرا سيد الرئيس. شكرا. محمد هدير. محمد هدير. شكرا سعادة الرئيس. يعني أنا بدي أيد الزملاء اللي تحدثوا عن موضوع الرقابة والموضوع الأسئلة. أنا ما بعرف كيف مجلسنا الموقر باحترامي له بنقبل على نفسنا نقيد صلاحياتنا الرقابية من خلال موضوع هذه الأسئلة. يعني بمعنى آخر الكل بيعرف إنه السؤال هو ملك لسائله، لا يعني ما بستطيع أي نائب إنه يتدخل. ممكن اللي قدم السؤال يناقشه من جهة واحدة. ممكن مع احترامي للزملاء انه اي نائب مع اي وزير يتفقوا على موضوع معين في السؤال ويغلقوه تماما. هذه الماده يجب ان تلغى. وشكرا. شكرا. صفاء المؤمني. صفاء المؤمني. يعطيك العافيه. طبعا فعليا لا يجوز ان نحدد ما على النائب ان يسأل وما على النائب ان لا يسأل. وغالباً الحكومة ترد على الأسئلة بطريقة سطحية،
واحيانا تخلو من المعلومات التي يحتاجها النائب. فيجب الا نضع اي على سؤال النائب، للنائب الحق في السؤال وعلى الحكومه الاجابه عن السؤال وايراد كل الايضاحات المطلوبه من السؤال. رقم واحد. ايضا لا يجوز ان نقول ان يفترض على عضو مجلس النواب ان لا يتقدم بسؤال تم طرحه سابقا. هلا احنا لما ترجع الاجابات من الحكومه هلا يزود كل نائب باجابات اسئلته، فنحن لا نعرف ما هي الإجابة وكيف لنا أن نحصل عليها. لكن في حال تم مناقشته، في حال تم مناقشة السؤال يجوز أن نوقف السؤال الثاني. أما يجب أن لا نضع أي قيود على الأسئلة وعلى تكرار الأسئلة وعلى المعلومات المطلوبة من النائب باتجاه الحكومة. شكرا. محمد الرياضي وقت النظام، ما أنت كنت قاعد عند رئيس الأجناس كل الشوق. أولا أشكر، لو سمحت بصيح لي خلص المادة بعطيك بعدين. جزاك الله خير أبونا سعادة الرئيس. خلينا أوضح لك، أنا أول شيء بشكر اللجنة على الجهد الرائع والكبير بتعديل هذه المواد الأمانة. الآن نقطة النظام، ذكر رئيس اللجنة بالفقرة واو بأنه في نفس الدورة لا يجوز تقديم نفس السؤال. أنا بدي أوضح نقطة سريعا يعني ردا على رئيس اللجنة المحترم. نفترض بتاريخ 1/1 تم تقديم السؤال، و1/2 تم إدراج السؤال من محمد الرياضي على أنه السؤال كان يقول هل تم إدخال مثلاً شحنة القمح الفاسدة؟ جاوبتنا الحكومة لا، فعلاً في حينه لم تكن تم إدخال هذه الشحنة. بعد طرحي للسؤال تحت القبة بيومين علم زميلي مثلاً صداح بأنه تم إدخال هذه الشحنة. هذا يحرم من السؤال ويحرم من مناقشته لسبب أن هذه الفقرة واضحة. إذا السؤال أدرج في نفس الدورة لا يجوز تقديم سؤال. فأنا برجو من سعادة الرئيس الكبير المحترم الذي اجتهد هو أعضاء اللجنة في هذا الجهد الطيب فقرة واو أنتم وشكرا. هسه بعطيك رئيس اللجنة بس معلش. إيش النواف؟ نواف الزيوت إيش؟ تفضل. شكرا سعادة الرئيس. سيدي أنا نقطة النظام أثني على كلام يحيى السعودي أنه بلا من هالفقرة هاي. ليش؟ لأن الحكومة متباطئة في الرد على أسئلة النواب. مش نقطة النظام هاي. لو سمحت رئيس اللجنة أو المقرر تفضل واحد منكم. تفضل. أولا إخواني خلينا نقرأ هذا النص اللي موجود. هذه أداة النائب. أنا راح أصوت ما في شيء عندي غير يعني بس يعني إخواني لو سمحت تفضل. إخواني يعني أنا كيف يعني بسمع وبستغرب إنه نسمع إنه يقول إلغي أداتك الرقابية اللي منحك إياها الدستور. ما هو هنالك بعض الزملاء في هذا المجلس. يحيى هنالك زملاء. يحيى تحكي رأيك. لو سمحت يحيى حكيت رأيك بكل وضوح. شكراً. فضل. يعني هنالك زملاء يمارسون دورهم الرقابي في هذا المجلس من خلال السؤال والاستجواب، وهذه الأداة الرقابية لمنح الدستور إلى النائب. الآن نحن من خلال هذه التعديلات حسننا كيفية ممارسة هذا الحق في مواجهة الحكومة، وبالعكس وسعنا من نطاق الصلاحية وهذه الأداة الدستورية التي أعطيت لهذا النائب. بالتالي حتى هنا اخواني في مشكله عندنا، في مشكله بالمكتب الدائم. بتروح بتلاقي عشرات الاسئله بنفس الموضوع ونفس السبب، فبالتالي بتحدث ارباك للمكتب الدائم. هنا احنا شو قلنا؟ السؤال اللي يتوجه بنفس الدوره هاي بنفس الدوره بنفس الموضوع بنفس الوقائع وتم مناقشته تحت الخطبه لا يجوز توجيهه مره اخرى. هذا هو الهدف الاساسي من هذا الموضوع من هذا التعديل، وبالتالي هو امر تنظيمي. والدستور شو قال لنا؟ قال لنا مجلس النواب ومجلس الاعيان بضع نظامه الداخلي لينظم اعمال جلساته وكيفيه ممارسه دوره الدستوري اللي اناطه في الدستور بموجب مجلس النواب، وبالتالي نحن نضع بموجب هذا النظام كيفيه. شكرا. نصوت نصوت لو سمحتوا. شو نقطه نظام على الموضوع هذا؟ ايش هي؟ بعطيك بعدين سيدي. اول شيء اقتراح هدى بعتوم، عندك اقتراحات لو سمحت يا اخوي لو سمحت. تفضل. انا عارف الماده اخذت
أخذت وقت طويل وأشبعت اقتراحات، ونقاط النظام كلها كانت تسلل. تفضل يا فواز. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس كان في مجلس الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، كان هيبل السؤال، وكان هناك أسئلة وأجوبة تفيد الوطن وتفيد المواطن والحفاظ على مكتسبات هذا الوطن. نحن الآن نريد أن نشرع مادة لكي نحمي، لكي السؤال يذهب بالأدراج ونحمي الفساد والمفسدين. هذا السؤال أهم من الثقة في الحكومة وأهم من الموازنة التي نناقشها. أما الموضوع الثاني والمهم والذي نتابعه، هناك أسئلة إلي من سنتين في الأمانة العامة، هي مزاجيات طرح الأسئلة واتفاقيات مع بعض الوزراء. لو طرحت الأسئلة والأجوبة لكان دور تشريعي لمجلس النواب، وأقترح على الحكومة في موازنة 2020 أن تضع مخصصات لشراء طائرة من أجل الوفود المشاركة للبرلمان الأردني لكي نوفر على الخزينة في المستقبل. شكرا شكرا شكرا. تفضل يا صداح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام أنا بثني على زميلي الأستاذ فواز أو سعادة فواز. يا سيد العزيز، إحنا صوتك يا سيد العزيز، إحنا قاعدين نتكلم زي ما قال يحيى، كلام كله فاضي، نعطيهم أسئلة ما بردوا علينا. الآن لازم نضع عليهم ضوابط للحكومة إنه الرد خلال الفترة كذا كذا كذا. عشرات الأسئلة المادين، عشرات الأسئلة بنوجهها للحكومة ما بيجينا رد. شكرا يا أخوي. المادة بإيديك أنت، صاحب القرار أنت، صاحب القرار بتصوتوا على المادة حسب المقترحات المقدمة، والمجلس سيد نفسه ما في مجال. تفضل. إيش يا مجحم بيك؟ تفضل. حكيت لو سمحت. خلاص ما في عندي حكي. شكرا سعادة الرئيس. يعني أنا نقطة نظام في النظام الداخلي، أنا أتمنى على الرئاسة الجليلة، هناك وجهات نظر بعد توضيح سعادة رئيس اللجنة القانونية، في هناك وجهتين نظر، شيء مع القانون وشيء بشرط المادة. أنا بعتقد لابد من طرح هذا الموضوع للتفصيل. إخواني عندي مقترحات لو سمحتوا، عندي مقترحات على المادة 24. أول مقترح، مع قرار اللجنة هدى العتوم. من مع قرار اللجنة في مقترح هدى العتوم؟ أغلبية. إذن مع قرار اللجنة. أمين العام المقرر. تفضل. شكرا سعادة الرئيس. المادة 25 يعدل نص الفقرة جيم من المادة 128 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة، وإذا لم يكتف بالإجابة المرسلة يطلب خطيا إدراج السؤال والجواب على جدول أعمال والاستعاضة عنها بعبارة، وإذا لم يكتف بالإجابة المرسلة عليه أن يطلب خطيا خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات. ديما هتون. ديما طهبو. شكرا سعادة الرئيس. يعني هاي المادة أيضا خطيرة، لأنها إحنا عادة نسأل عن بعض القضايا العاجلة ولا يوجد لدينا جلسة أو بند ما يستجد من الأعمال، فماذا نفعل بهذه القضايا العاجلة؟ ستموت وتدفن ونحن ننتظر المدد الزمنية الموجودة الآن في النظام الداخلي وهي أسبوع. لو أنا بتساءل لماذا يحتاج السؤال إلى أسبوع لكي يبلغها الرئيس للوزير، اقتراحي المحدد يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديمه يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديمه. أما المادة جيم أيضا في هذه المادة، وأيضا نفس السؤال، لماذا لا يحتاج الرئيس إلى أسبوعين لتبليغ الجواب إلى مقدم السؤال؟ فاقتراحي يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال معززاً بالوثائق خلال 3 أيام عمل من تاريخ وروده إلى آخر التعديل. شكراً سعادة الرئيس. محمد الظهراوي. وين محمد الظهراوي؟ يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال خلال 14 يوماً من تاريخ وروده. لماذا يحتاج الرئيس إلى أسبوعين
من تاريخ ورود إجابة الوزير حتى يبلغه هو لمقدم السؤال. يعني غريب، إذا إحنا بنعطي الوزير 14 يوم حتى هو يحضر جواب كامل عن سؤال للنائب، معقولة؟ أما رئيس المجلس بده 14 يوم أيضاً حتى يبلغه لمقدم السؤال الجواب اللي إجاه، بس يورده يمرره. فلذلك أنا مع، يعني كنت بدي أقترح أسبوع، أنا وكاتب لك بالاقتراح يعني إنه يعطيه فقط أسبوع، لكن إذا رأيت وأنا بتوافق مع زميلتنا الدكتورة ديمة إنه يكون خلال 3 أيام يعني دوام رسمي. الآن بالنسبة عفوا للبند ثانيا، أنا بوافق على قرار اللجنة يعني بعد الاستعاضة عن لكن بعد أن نستعيض عن عبارة 10 أيام ب14 يوما اللي هو في قرارها الرجلة، لأنه 10 أيام سعادة الرئيس غير كافية. يعني النائب ممكن أنه يتوافق مع صاحب الإجابة اللي جاء يعني أحد الوزراء مثلا، يتوافق مع إجابته، لكن بده فترة من التواصل المشترك بينهم حتى يعني يقتنع بهذه الإجابة، وممكن يقتنع فيها، لكن بتقديري أنه مدة 10 أيام غير كافية لمثل هذا. لذا أنا بس أرى الاستعاضة عن 10 أيام الواردة بالعبارة 4 إلى 14 واضح. شكرا. واضح. محمد الرياضي. شكرا سعادة الرئيس. أنا بصراحة باختصار يعني بهذه الفقرة لست مع اللجنة في التعديل الأخير بالفقرة جيم بالأخص. يعني المدة فعلا طويلة، لمدة أسبوعين بداخل المجلس من الرئيس للنائب كثيرة جدا مدة الأسبوعين. يعني لو كانت أسبوع أيضا مدة كافية ومقنعة أن تعمل الأمانة العامة على إعلام النائب بالإجابة، فأنا بقترح أولا أن تكون المدة أسبوع. في أيضا بالتعديل الوارد من اللجنة، أنا لست مع التعديل بالفقرة، وأطالب بالرجوع إلى النص الأصلي بالفقرة 128 جيم للنص الأصلي مع تعديل المدة إلى أسبوع. وشكرا سعادة الرئيس. شكرا. جودة الدراسة. في البداية سعادة الرئيس من حقي أني أطرح مشكلة تواجهها منطقة كاملة بالنسبة لمستشفى الرمثة. والمستشفى الرمثة مش أنت اللي بتعاني ولا إحنا بنعاني، المواطن اللي براجع المستشفى هو اللي قاعد بيعاني. فلذلك لما مستشفى كامل متكامل بعالج 300,000 نسمة، ما فيش طبيب أخصائي، وكل المبلغ 1,000 دينار لطبيب أخصائي باطني تدفعه وزارة الصحة، مش مبلغ كبير أنا برأيي ل300,000 نسمة. ومن ثم الاعتداء على مدير المستشفى أنه يكسر رجليه على حكيت فيها يا جودة. دقيقة اسمع، خليك باقتراح لو سمحت. حكى فيها 3 مرات لو سمحت، خليك باقتراح. لو سمحت لما جهاز لو سمحت بدل ما يشكر خليك باقتراح. تفضل. يلا تفضل. انا بقترح هنا يلتزم المكتب الدائم بإدراج السؤال والجواب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود الإجابة لمجلس النواب. شهر. شكرا. تكاتب شهرين. شهر. مقرر اللجنة. تفضل. شكرا سعادة الرئيس. انا بقدر حرص الزملاء جميعا على كل المداخلات التي وردت في موضوع النظام الداخلي، بس بدي اشير هنا ان هذه المواعيد الواردة في كل النظام الداخلي وليس يعني ربما في جل احكام النظام الداخلي هي مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها اي جزاء اجرامي. اليوم عندما يعني في الوقت الذي بيطالب فيه احد الزملاء بزياده المده والزميل الاخر بانقاص هذه المده، هذا يمكن الحديث فيه اذا كانت هذه مواعيد سقوط يعني يترتب على مخالفتها جزاء اجرائي وهو حرمان النائب من مثلا التقدم. احنا اليوم نتحدث عن مواضيع عن مواعيد تنظيميه لا ضير في انقاصها او في زيادتها، طالما لكن اليوم انا بدي افترض انه زميل مسافر واجى بلغه الرئيس بالجواب
وبده يرجع جدول اعمال خلال 10 ايام، اذا بدي انقص المده طب الزميل مسافر اضيع عليه حقه بادراجها؟ اخواني هذه مواعيد تنظيميه لا يترتب على مخالفتها اي جزاء اجرائي، ليست مواعيد سقوط وليست مواعيد تقادم، هذا المعنى القانوني لهذا الميعاد. لذا انا اعتقد بان ما ذهبت ما انتهت اليه اللجنه يتوافق مع احكام الماده 96 من الدستور، واتمنى التصويت على قرار اللجنه. وشكرا سعاد. شكرا اخواني. عندنا مقترحات هسه الاسبوع تصير 3 ايام، وعندنا مقترح الاسبوعين يصير شهر. من مع انه تكون 3 ايام بدل اسبوع لو سمحت؟ لم ينجح. من مع قرار اللجنه؟ في ألف وفي باء. قرار اللجنة. وجيم مع قرار اللجنة. شكراً. أغلبية. مقرر. المادة 131 للنظام الداخلي. صوتنا. تفضل يا مقرر. تفضل مقرر. تفضل مقرر. المادة 26 تعدل المادة 131 من النظام الأصلي بإلغاء الفقرة ألف منها وإلغاء الترميز باء واعتبارها نصا للمادة. شكرا. ما لك مقترحات على المادة هاي مكتوبة؟ أحمد الرقب مادة 26. أحمد الرقب. شكرا سعادة الرئيس. الحقيقة أعتقد مرة أخرى أن هذه الأداة الدستورية مهمة جدا، وهي أداة رقابية ينبغي أن يطلع بها النائب ما أمكنه ذلك. وبالتالي أنا أقول في المادة 26 مع تثمين لجهد اللجنة لقد حجرنا واسعا، فلماذا إذا كان اقتضت الضرورة أن ننقل سؤال مهم يتعلق بواقع الوطن من دورة إلى دورة أخرى فما الضير في ذلك؟ فأعتقد وهذا الذي أميل إليه بشطب الفقرة ألف وباء من المادة السادسة. علي أبو هليل. بعطيك علي أبو هليل. مش إلك بحكي، لعلي أبو هليل. أنت ما في إلك مقترح مكتوب عندي حسب المقترحات المقدمة من الأمانة العامة. لو سمحت باشا أقعد على مقعدك لو سمحت. علي أبو هليل تفضلي. علي أبو هليل. حياة المسامي. حياة المسامي. وأخيرا سعادة الرئيس، في البداية أنتهز في هذا اليوم يوم الصحة العالمي أن أتقدم من الأردنيين الذين يعانون من تدهور في الخدمات الصحية. أنتظر من وزارة الصحة أن تقدم لنا تبريراً عما يحدث في مستشفى الأمير حمزة. ربما هذا أهم يوم كان واجب على معالي الوزير أن يكون هنا ويقول لنا ماذا حدث فعلاً في مستشفى الأمير حمزة. أعود للمادة. المادة تقول اللجنة قامت بإلغاء الفقرة ألف، وأريد أن يعني أستوضح من رئيس اللجنة. الآن تعدل المادة بإلغاء الفقرة ألف، هل معنى هذا الكلام أن ما سيحدث لاحقا أن الأسئلة المقدمة ستدرج، يعني الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة إلا إذا صرح مقدموها، هل معنى هذا بإلغائها أنها ستدرج؟ يعني هل ألغيت اللا؟ أريد أن أفهم ما مصير الأسئلة السابقة، خاصة أن طرحها ومناقشتها ليس بيد النائب. شكرا. شكرا. خلينا نكمل بالله سعادة الرئيس لأنه كله صحيح عرموطي. يا سيدي الحقيقة إنه ما ذهبت إليه اللجنة برئاسة الأستاذ عبد المنعم راقي جدا بهذه المسألة. يعني لما أقول لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة لاحقة إلا إذا صرح مقدمها، بعكس الاستجواب. الاستجواب لا يحتاج حكما، فبالتالي إلغائها يعني إنه بدون ما يقدم مذكرة أو خطية بالتأكيد على السؤال، وإلا يلغى معناته إلغاها يعني إنه الإبقاء عليها. ولذلك حتى لا نقع بإشكال يجب توضيح إنه إلغاء الفقرة ألف يعني إنه بقاء السؤال دون أن يكون هناك طلب خطي من النائب حتى تنجل الأمور، وخاصة كما قلت وهذا استحقاق دستوري. لا تستطيع نظام يغير استحقاق الدستوري بالسؤال أو الاستجواب، بينما بالاستجواب
وأنت تعلم وقاري جيد في النظام حكما الاستجواب يستمر بينما إذا أنا ما تقدمت يسقط. هذا جانب. الجانب الآخر وبذلك أنا مع شط بالفقرة ألف نهائيا، مع التأكيد على إبقاء حق النائب أبو فيصل، حق النائب بالسؤال دون تقديم طلب في هذه المسألة. شكرا. معالي فيصل تفضل. شكرا سعادة الرئيس. حقيقة شطر هذه الفقرة ألف تعني أن المجلس توجهت إرادته إلى شطر المادة من أساسها في النظام الداخلي، وبالتالي لا يجوز إدراج أي، وهي رئيس اللجنة بهز براسه يؤيد كلامي، ولذلك ما ذهب إليه الأستاذ صالح غير وارد إطلاقا، إلا إذا أردنا أن نتمسك بالفقرة ألف من المادة. وقبل شوي كان الزميل رئيس اللجنة يقول طورنا النظام الداخلي لمصلحة المجلس، أنا أقول له أختلف معك، نحن لم نطور هذا النظام بهذه التعديلات لمصلحة المجلس، بل على العكس نحن أضعفنا دور المجلس، بحيث أن الاقتراح يجب أن يقدم سلفا، اقتراح تعديل أي مادة، وبالتالي نحن نحضر إلى هنا اللي ما لنا اقتراحات بس مثل الماكنة نرفع ايدينا وننزل ايدينا، ولا يراد لهذا المجلس أن يناقش أي أمر أو أي قانون إلا مقدمو الاقتراحات. كان هذا المجلس، وبتذكروا اللي كانوا زمان في مجالس النواب كيف كان المجلس يتفاعل ويناقش كل القوانين، وكل الأعضاء كانوا يداخلوا. إحنا حصرناها باللي قدم اقتراح، ثم حصرناها بأن يقدم الاقتراح قبل موعد الجلسة. هذا تصغير لدور النائب، هذا تصغير لدور المجلس. ثم أتينا هنا في السؤال، أنا مش ذنبي إنه ما أدرك سؤالي في هذه الدورة، إلي أسئلة وأجوبة، ما بقدر بالدورة الجاية أتمسك بإدراجهم؟ هذا تصغير لدور النائب، هذا تصغير لدور المجلس، هذا تصغير لحق الرقابة. واحكوا اللي بدكوا إياه وسووا اللي بدكوا إياه، والسلام عليكم. شكرا. سعادة رئيس اللجنة، أولا أناقشه، يبقى حق مناقشته بالسؤال ما دام في البرلمان، بالعكس احنا هون وسعنا البكار، وسعنا وبالعكس وسعنا من حق النائب وحق المجلس في الرقابة. قلنا للنائب إذا لم تكتفي بالإجابة المقدمة لك يجب هنا مناقشة السؤال، ويبقى تمسكه بمناقشة السؤال حتى انتهاء مدة المجلس. فبالعكس هذا لمصلحة النواب ولمصلحة الدور الرقابي. شكرا. قرر اللجنة. أنا بس بدي استطرادا أضيف أنه أيضا المادة 131 كان عليها قيد، القيد بقول لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها. جاءت اللجنة لإلغاء كل هذا القيد. الأمر مفهوم المخالفة يعني أن جميع الأسئلة سواء كانت في الدورة الحالية أو الدورة السابقة طالما معطوفة على نص المادة اللي قبلها، طالما تمسك بها أصحابها فهي موجودة ما بقي المجلس. إحنا شلنا القيد أساساً من هذه المادة. بركات العبادي، دكتور بركات العبادي. شكراً سيد الرئيس، أسحب اقتراحي لصالح اللجنة. شكراً. شكراً. جودة الدرابسة. أسحب اقتراحي. شكراً. إخوان، عندنا على المادة 26 في أحمد الرقب شطب المادة كاملاً إذا أبعد، من مع شطب المادة؟ لم ينجح. النائب حياتي المسيمي عودة النص الأصلي وعدم الموافقة على قرار اللجنة. صالح عرموطي إلغاء الفقرة ألف من هذه المادة والإبقاء على الفقرة باء واعتبارها نصا للمادة. مع اللجنة، من مع قرار اللجنة؟ بس 27 تعدل الفقرة ألف من المادة 132 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة على أن لا يتم ذلك. ليس لدي مقترحات 27، من مع قرار اللجنة 27؟ أغلبية. المادة 28 تعدل الفقرة واو من المادة 135 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة المادة والاستعارة عنها بعبارة المادتين 53 و. من مع قرار اللجنة 28؟
المادة 29 تعدل المادة 139 من النظام الأصلي على النحو التالي: أولاً، إلغاء عبارة لعشرة أعضاء والاستعاضة عنها بعبارة الكتلة أو الائتلاف النيابي أو 25% من أعضاء المجلس. ثانياً، إضافة فقرة بالرمز جيم إليها بالنص التالي: لا يجوز التقدم بطلب مناقشة عامة بأي أمر معروض أمام المجلس أو اللجان. معالي الفيصل. واضح تماماً في هذه المادة تقييد النواب، رفع السقف من 10 نواب إلى ربع المجلس أو إلى كتلة هو عبارة عن تقليص لحق المجلس في الرقابة. نعم، كانت 10، يعني لو رفعوها ل 15 نائب والله غير نقول معقولة، لأنه مجلس النواب كبر الرقم تبعه. ف 15، هي رئيس اللجنة بوافقني، 15 نائب ما عنده مانع. إذا 15 نائب ولا 15%؟ لا، 15 نائب، يعني بدك تزيد، بدك تزيد تدريجيا يا اخوي. بعدين المعلومات انه مجلس النواب راح ينقص عدده، فالعشرة كثير. مع ذلك 15، انا بوافق على 15، والا عدم الموافقه على قرار اللجنة. شكرا. خلاص نتبناها 15%. تبنوها 15%. نختصر باقي ال في حدا؟ طيب ماشي ماشي، خلاص تبنتها اللجنه، خلينا صار العرموطي. أنا متمسك في اقتراحي السابق، وأنا باعتقادي بحقق استحقاق دستوري للنائب فيما يتعلق بالسؤال وينسجم مع الدستور اللي أشار إليه أخي عبد المنعم. بالعكس، لا يقيد بل يطلق العنان. أما موضوع هذه المادة 29، إحنا بدال ما يعني نوسع صلاحيات المجلس قاعد يقلص بدوره واستحقاقه من 10، من حقي أنا في الدنيا في عارف في قوانين 3 نواب و4 نواب و10 نواب أساوي 25%. أنا باعتقادي موضوع 25% مرفوض رفض انقاذ، يعني من عشر نواب أرفعوا ل 25%، يعني نسبة عالية جدا مش مقبولة. فأنا مع الإبقاء على النص الأصلي، وإذا لابد وحتى أنسجم مع بعض المداخلات فليكن 15 وليس يعني ازيد النص، يعني نفس مقترح ابو معالي الفيصل. يعني على حكينا، احنا حكينا، لكن ايضا يا سعاده الاخ، الفقره ج: لا يجوز التقدم بطلب مناقشه عامه باي امر معروض امام المجلس او اللجان. ليش تقيدني؟ امر حاد وضروري، واللجان وانت بتعرف قوانين لها عندها مع الاحترام سنة. أنا مقدم قانون تسليم المجرمين باقتراحي له أكثر من سنة، بتعلق بسيادة البلد وأمنه، وأنه بدال أمير مملكة ومندوب سامي بريطاني، وبصرخ ولا زال أصرخ لدى الحكومة ولم تستجيب، وبصرخ لدى اللجنة القانونية ولم تستجيب بتعديلي قانون تسليم المجرمين اللي بيقول إمارة شرق الأردن ومندوب سامي البريطاني، وهذا أمر مقلق. فبالتالي عندما أثيره تحت القبة بعطي قوة وبوعز لا المكتب الدائم بتحريك اللجان، فلا يطير ولا يجوز. هذه فرض وصايا. أنا بقترح وبتمنى على أخ عبد المنعم أن يتم إلغاء القيد على النواب بإلغاء الفقرة ج من هذه المادة. شكرا. خالد رمضان. زميلات زملاء، اولا الشكر للجنه على الجهد اللي بذلته في اعداد النظام الداخلي، ولكن انا احترم اراده المجلس. وقبل ما ادخل بالتفصيل اقول التالي: واضح اننا نذهب باتجاه اننا ندير ازمه، ونعتقد ان حل الموضوع البرلماني بالاردن من خلال نصوص اداريه. واضح اننا نسقط البعد السياسي السائر في البلد، بمعنى مدخلات النيابة ومخرجاتها قانون الانتخاب. احترم قرار المجلس، ولكن ما نذهب له إدارة أزمة مع الاحترام للجهود. وبالنتيجة لا نقرأ المشهد لو سمحت، انا بحكي في نفس المادة. لك مقترح على المادة؟ نعم، جاي عليها. على نعم احكي مقترح. نعم لو سمحت، بقدر اقرأ. انا ما تحدث، انا لم اقاطع. تفضل.
لم أقاطع أحد واستمعت لكل الكلام اللي الحكى. أبو الوليد بإيجاز أنا أرجوك سعادة الرئيس أرجوك. ولذلك في هذا الموضوع من يعتقد أننا نخرج بعملية انتخابية من خلال تعديل إداري عيد حسابات، هذا واحد. ليش؟ لأنه الدور الرقابي للمجلس يعني بقضية الغاز. سعادة الرئيس المجلس واضح، سعادة الرئيس عاطف الطراولي قال واضحا نلغي الاتفاقية بمعزل عن أي شيء آخر. وين دورنا الرقابي؟ وين تفعيل أدواتنا الدستورية لإلغاء اتفاقية الغاز؟ أعود للمادة نفسها، أنا مع التعديل اللي تبنته اللجنة 15 نائب للتشارك بين النواب وإلغاء المادة جيم ضروري. هذا حكر، يعني من أي موضوع بنوزعها على اللجان ممنوع 15 أو 20 نائب يناقشوا. يا إخوان القصة ثقة الناس فينا واطية جدا منخفضة جدا، مش هكذا يتم التعامل. شكرا لكم. شكرا أخي العطية. شكرا سعادة الرئيس. يعني أنا دعني أخالف صوتك ناظر خالد بأن المجلس قد حلق تحليقا عاليا لمناقشة القدس ومناقشة الغاز، ولذلك يعني يجب أن نبني على ذلك. وبناء عليه أنا أرى أن إلغاء الفقرة الإضافية أولا وجيم ضروري جدا. يا أخو يا أخي عبد المنعم يعني نترجاك، هذه خطيرة. يعني بدك تموت موضوع تحطه باللجنة ممنوع الناقشة، يعني هذا تقييد إجراء المجلس. أبو حسين تصويت موجود، تصويت مسوى تقترح. طب أنا بقترح إلغاء الفقرة نظرا لخطورتها وتقليل أداء المجلس. يعني أنا حتى يا ريت إذا بنقدر نضيف هنا أن تقام كل أسبوع جلسة رقابية في مناقشة الأسئلة. أنا بطلب من المجلس الكريم عدم الموافقة على هذه كليا، وخاصة أنه يعني زيادتها ل 15 أخي أبو فيصل ليست بمكانه، لأنه راح تنزل العدد مجلس النواب إلى 90، يعني جات 10 وتزيدوا 15. أنا برأيي ما كان موجود هو بالأصل هو صحيح، وأطالب من المجلس الكريم بإلغاء هذه الفقرة كاملة. واضحة الاقتراحات، واضحة إخواني اقتراحات واضحة كلها نفس التكرار. في مادة جيم في اعتراض عليها من النواب، في 15 نائب بنتها اللجنة الفقرة ألف 15 نائب. لا اقتراح معالي أبو فيصل أقرأ لكم إياه. يجوز لخمسة عشر عضوا أو أكثر أو لكتلة مسجلة أو ائتلاف مسجل لدى الأمانة العامة أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة. وأعتقد بنت اللجنة أتوقع هذا. تفضل مقرر. أعطونا الصوت. سعادة الرئيس أنا أوضحها، اقتراح معالي أبو فيصل عيني وراسي، لما نتحدث عن 15% في 80 بيطلع 12، وإذا تحدثنا عن 15% ب 100 عضو قادمين هي بنحكي عن 15. أنا متوافق تماما، فإحنا عشان نتحدث عن نسبة ولا نتحدث عن عدد نتوافق مع أبو فيصل على 15%، لأنه على 115 راح يطلعوا وعلى 100 راح يطلعوا 12. شكرا سعادة رئيس اللجنة. لو سمحتوا يا أخوان واضح الأمور، بس خلينا نركز. بعطيه سيدي تفضل. يعني أنا بس إخواني إحنا لا إحنا متفقين 15% مش ذات أهمية إخوان، 10% مش يعيد خلي معالي أبو فيصل يعيد اقتراحه معلش. لا مش مشكلة أبو نفس الشيء. مدام بدته تفضل معالي 15% أعطي معالي أبو فيصل. سيدي لا مانع لدي بأن يكون 15% من المجلس أو كتلة أو ائتلاف نيابي، هذا من حقه أيضا يقدم طلب وإلغاء الفقرة جيم نهائياً، لأنه قد يكون الموضوع باللجان وينام باللجنة ويبعد عن رقابة المجلس بشكل حقيقي. شكراً. مات الألف 15% منع قرار 15% اللي تبنته اللجنة واقترحه عبد الكريم الدغمي. أوكي. في موضوع جيم بدنا نسمع بس الرئيس اللجنة. إحنا نتشاور ونتحاور. بالضبط. فيما يتعلق بجيم. احنا الهدف منه موضوع مطروح الان على النقاش تحت قبه البرلمان ويناقش تحت قبه البرلمان، هل يجوز ان يقدم في مذكره للنقاش مره ثانيه بنفس اللحظه؟ ما نقول شيء معروض عن النقاش. هاي واحد. ثاني فيما يتعلق باللجان، احنا نقول شيء قاعد بتناقش الان باللجنه، خلينا نشوف شو مخرجات اللجنه.
هذا هو الهدف. إذا بدكم نقول معروض للنقاش أمام المجلس وأمام اللجنة. المجلس سيد نفسه، الإخوان هم أحرار في إقرار نظامهم الداخلي. واضحة. من مع مقترح إلغاء البن جيم؟ أغلبية تلغى. مقرر. المادة 30 تعدل المادة 141 من النظام الأصلي بإلغاء كلمة المادة والاستعاضة عنها بعبارة المادتين و المادة و المادتين و صافي عرموطي. بس اقتراح واحد. شوف يا معليك، يعني أنا بدي فزعة زملاء النواب بهذا النص. والله يا أخي خالد، هذا من شأنه تقزيم دور مجلس النواب. بدي أضرب لكم مثال، بدي أضرب لكم مثال. هلا النص شو بقول؟ يحب ومش عارف اللجنة القانونية كيف مش عارف هذا، وهي إضافيته. يعني هي إضافيته. شوف النص شو بقول. يحب لطالبين مناقشة العام وغيره من طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 54. ممتاز جدا. المادة 54 برضه ممتازة، وما فيها تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائها وجب عليها أن تستقيل. ويا رب إنه نفعل هذا النص ونقيل هذه الحكومة اللي عبثت بقوت المواطن والشعب. نستعمل هذا النص. لذلك شو عملت اللجنة؟ شوف النص. اللجنة شو عملت؟ شوف اللجنة شو عملت يا أخوان. مع الاحترام، اللجنة خالفت برأيي نصا دستوريا بهذا المجلس. شو اللجنة؟ لغت 54، لغت سعادة الأخ، لغت المادة 54، ولجأت للمادة 53. حطينا وضفناها 53 و54. يعني لما كان المادة 54 بحق ليش أناقش الواد المادة 54 أو المذكرة إلا أقدم مذكرة خطية، تقديم مذكرة خطية مستقلة عن كتاب الثقة. فهذا أمر الحقيقة بعد يعني شفناها لا مش موجودة عندي غير 53 بعبارة المادتين 53. أبو عماد، تعدل المادة. اسمح لي أبو عماد، تعدل المادة من نظام بإلغاء كلمة المادة والاستعارة بعبارة المادة المادتين 53 و54. أبو عماد 54 مش عندي. لا هو النص، ما هو مش مكتوبة. اسمح لي سعادة الرئيس، لو سمحت اسمعني سعادة، تصبح المادة، خليني أقرأها لو سمحت سيدي. صار النص على النحو التالي. دقيقة يا أخوي يا مصطفى. يحق لطالبي مناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 53 و54 من الدستور. هيك تصبح المادة. صحيح؟ موافق المجلس؟ تفضل. إيش فهي كانت ساقطة 53 رجعناها، بس صارت المادتين 53 و54. يقول ما قرأتها بالطريقة هاي يا سعادة. لا هو بحكي على أنا بحكي. أنا صوتت على المادة زي ما قرأتها أنا. ورد بعيدها عشان تصوت عليها. يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 53 و54 من الدستور. من؟ مع قرار اللجنة أغلبية. مقرر. مقرر. المادة 31 تعدل الفقرة باء من المادة 160 من النظام الأصلي بإلغاء عبارة لعشرين عضوا والاستعاضة عنها بعبارة ل25% من الأعضاء وشطب كلمة المختصة والاستعاضة عنها بكلمة الدائمة. خير عطية. برضو هاي شطب سيدي، والله تقيد من عمل المجلس، لذلك أمل المجلس الكريم الموافقة على شطب. شكرا. أحمد الرجل. شكرا سعادة الرئيس. تماما مع الأستاذ أبو حسين، حقيقة هذه تحجر واسعا وتقيد من عمل النائب والمجلس، فأنا مع شطبها. شكرا. رئيس اللجنة، أعطي رئيس اللجنة. بما أنه سويناها 15% فتكون هاي نفس السليك. يعني 15% بس مش أنت نساوي الموضوع بعض. من مع قرار اللجنة بتعديل 15%؟ مع
أغلبية قرر مادة 32 مقرر. المادة 32 يلغى نص المادة 161 من نظام الأصل. صاحي عرموطي يا سيدي، احنا بالمادة اللي سبقتها والله قيدنا صلاحية النواب بالمادة 53 يا جماعة. يعني أنا بدي أطرح الثقة يا سعادة الأخ، إذا بدي أطرح الثقة بدي أتقيد المادة 53. مادة 53 بتقول لي لازم تقدم مذكرة، حق الجيش تحجب الثقة مباشرة، بس للتوضيح. لا أيضا ما قال مجتمعين أبو معلش يا سيدي 53 54 لا يا سيدي لا ما بتقيد 54 ما عنديش، بس 53 بتقيد مجلس النواب ما دام ما أطرح الثقة مباشرة بيقيدني لازم أقدم مذكرة خطية. ما بتقيد ما بتقيد يا سيدي. اسمح لي سعادة الرئيس صوتنا عليها، لو سمحت صوتنا عليها، خليك مادة 33 عليها بس إذا سمحت. 32 فيها جانب حمائي للمجلس، ألا وهو أنه لا يجوز حل المجلس أثناء التصويت على طرح الثقة، لأنه إذا افترضنا أن الحكومة طلبت التأجيل لمدة 10 أيام وهذا حقها، لا يجوز حل المجلس خلال هذه المدة. هذا هو النص الحمائي الذي جاءت به اللجنة لإضافته على هذا النص. شكرا. مادة 32 أبو عماد شو اقتراحك عليها؟ العودة للنص الأصلي حقي. أعطي أبو عماد. شوف يا سيدي، هذه على الرغم مما ورد في الفقرة باء من المادة 160 من هذا النظام، يجوز للعضو تقديم مذكرة فيما ينوبه من أمور عامة. هذا النص جاي اللجنة شو تقول؟ النص شو اللجنة تقول؟ يلغى نص المادة 161 من النظام الداخلي. أنا والله ما بقدر أقول للجنة إنك أخطأتي، والله أجادتي يا دكتور، يعني أجادت. أقول لك ليش أجادت؟ أجادت لأنها طبقت النص الدستوري، وهذه لفتة طيبة من اللجنة. يعني لما وأنا بقترح أنه لما واحد يضع قوانين وتشريعات أن يقرأ النصوص بمجملها. شوف النص شو بقول يا سعادة الأخ، النص الدستوري، النص الدستوري بقول للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون. أمر عام معني، يعني لو الواحد تهاوش ومرته على سبيل المثال بحق له يخاطب السلطات العامة. النظام السابق كان حجر علينا إنه نخاطب، إجت اللجنة مشكورة وألغت. فأنا مع بصوت عال أقول مع إلغاء هذا النص، وهذا أنا باعتقادي يؤيد ويعزز المادة 17 من الدستور الأردني. وشكرا. أحمد الرقب نفس الاقتراح أنت عندك، يعني فيش داعي نأخذ وقت زيادة، بس اسمح لله. شكرا. إذا عندنا المادة 32 إخواني في العودة على النص الأصلي وفي قرار اللجنة. من مع قرار اللجنة في المادة 32؟ من مع المادة 32 حسب قرار اللجنة؟ موافقة. 33 تعدل المادة 163 من النظام الأصلي على النحو التالي. أولا مع قرار اللجنة، واضح اللي حكيته. لا صوت حكيت مع قرار اللجنة. تفضل قرار اللجنة. أولا اعتبار ما ورد فيها بند واحد من الفقرة ألف وإضافة البند اثنين إليها بالنص التالي، يعتبر العضو متغيبا بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم. ثانيا إضافة فقرة باء بالرمز باء إليها بالنص التالي: باء إذا تغيب العضو بدون عذر يحق للمكتب الدائم اتخاذ الإجراءات التالية: 1. حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها إذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان 3 مرات متتالية أو 10 مرات متفرقة خلال الدورة العادية. يا فواز بيك. 2. الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة. النائب هدى العتوم. السلام عليكم ورحمة الله. والله سيدي هذه مادة تتعلق بضبط حضور وغياب السادة النواب سواء عن الجلسات أو عن اللجان، وخاصة الغياب الذي نشهده. لذلك أنا بقول إنها خطوة إيجابية في هذا المجال، أن يكون هناك اتجاهين: حرمان الوفود والمشاركات والحسم من المخصصات. أنا مع ما جاءت به اللجنة، وليت تكون عقوبات أشد. شكرا. دكتور مصطفى العساف.
دكتور مصطفى. احكي يا مصطفى. شغال الميكروفون احكي. أنا كان لي على مادة سابقة، على هذه المادة ما في، لكن بما أنه جاء الصوت نتكلم وأقول 33 باء لك اقتراح عليها بتحديد الغيابات لثلاث مرات. يا سيدي اسحب الاقتراح. لا ما اسحب الاقتراح، أؤكد على العقوبة لأنه التسيب في الغيابات يضعف المجلس وشكرا. ماشي شكرا. صالح عرموطي ما في نقاط نظام هسه. صالح عرموطي 33 سيدي. المادة 33 يا سيدي المضافة بما يتعلق بالحسم المخصصات المالية عن كل جلسة. احنا مناش مخصصات عن كل جلسة. مناش مخصصات. نأخذ مكافآت وحاسدين عليها الناس. فبالتالي أنا باقتراح يحسم من المكافأة التي يتقاضاها وليس من تلك الجلسة. لأن الجلسة كيف تصنفها؟ ما فيش تماخش عليها. لأن الجلسة لها ليست لها مخصصات. وإنما الحسم من المبلغ الشهري الذي يتقاضى مع إضافة الفصل من المجلس. أنا بقترح إضافة الفصل من المجلس إذا انقطع عن حضور الجلسات أكثر من 25 جلسة في العام. شكرا. أما خليه لا يروح إذا بدوش يحضر جلسات النائب يروح. هذا ممثل شعب يحكي تحت القبة. وبالتالي مع شطب فصل النائب اللي بتغيب عن 25 جلسة في العام. شكرا. بس بنود الموازنة العامة بتعرف المكافأة اللي بيتقاضاها النائب كمخصصات، هيك تعرفها، فلذلك تم إدراج كلمة مخصصات. خليل عطية. شكرا سعادة الرئيس، يعني هذه يعني إنجاز فعلا رائع أقرناها هذه المادة، وفعلا نشكر اللجنة القانونية رئيسا وأعضاء، بس يا ريت بدل إنه ما يحق على او يتخذ المكتب الدائم بحق الاجراءات الثانيه، يعني لا تكون مزاجيه للمكتب الدائم. اي واحد بيتغير يجب ان 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 ان, أن تطبق عليه العقوبات الموجوده. وانا بدي اشكر كمان مره اللجنه على هذا الانجاز الرائع. يعني شوف المجلس فين حاضر، وين البقيه رايحين مش عارف يعني. شكرا سعاده الرئيس. محاسن الشرعه صوت محاسن باشا. الأخوة في مقترحات مقدمة. سيد الرئيس في مداخلتي على الفقرة 2 يعتبر العضو متغيباً بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة للمكتب الدائم، لا خلاف على ذلك. بس أنا اللي بدي أسأله الآن الغياب بعذر عن جلسات المجلس، الآن في عندك لجان وعندنا كتل، هل المقصود بجلسات المجلس الكتل واللجان؟ لأنه إذا ظلت على إطلاقها هي الاجتماعات اللي نحضرها تحت هاي الغرفة فقط، إذا اللجان والكتل غير مشمولين بذلك. أرجو أنه من رئيس اللجنة أن يوضح ذلك. شكرا. هسه بخليك توضح بس خليني أخلص المقترحات. ماجد قويسم ما في مقترحات هسه. عفوا سيد الرئيس، بعد أن فسرت المخصصات والمكافآت أنا أسحب اقتراحي. شكرا. شكرا اخوان. هسه عندنا مقترحين. دقيقة خالد رمضان دقيقة. زملاء هذه مادة مهمة جدا، ترسل رسالة إيجابية، وأكد على مقترح الزميل خليل عطية على المكتب الدائم الذهاب إلى الحسم المالي ومنع وحرمان من المشاركة، لأنها قضية جدا مهمة، وغياب النائب والتدقيق أيضا في موضوع الغياب أن لا تكون من على قاعدة التلفون أنا مريض مش جاي. شكرا. شكرا. طارق خوري. أنا فقط بدي توضيح من اللجنة، غياب بمؤتمر ليش يسجل غياب بعذر؟ ما هي مهمة رسمية لازم حضور. يعني احنا مشكلتنا الغياب بعذر بدون عذر مبين. احنا اي واحد في مهمة رسمية فهو حاضر، يعني هون تركينها احنا المجلس يقرر انه بعذر. لا، لازم اي مهمة رسمية بروح لها النائب تعتبر حضور رسمي للجلسة. بس بدنا توضيح اذا كيف نقدر نعالجها. علي حجاحجة هسه بعطيك رئيس اللجنة. علي حجاحجة. شكرا سعادة الرئيس. واسمعوا زميلكم.
شكرا سعادة الرئيس. بصراحة أنا كنت يعني هذا جاء عطف على المادة 23 اللي كنا نتحدث عنها ونقلناها ل 33. ما دمنا نتحدث عن المشاركة والفود والمشاركات، أنا يعني هو ليس موقعها هنا، لكن كنا نتمنى على اللجنة القانونية ونحترم مهنيتها عالية جدا أن يكون هناك آلية واضحة وتلزم المكتب الدائم بأن يضع آلية واضحة ممنهجة وفق معايير ما هي آلية تشكيل الوفود وكيف ينسب هؤلاء الأشخاص. بمعنى اليوم لا نعرف كيف يذهب الشخص، على أي أساس يذهب وعلى أي أساس يعود، وما هو الموضوع، هل يدخل في صلب اختصاصه أم لا يدخل. وخاصة أن اليوم يعني سفر النائب ونتحدث عن منهجية، ليس بالضرورة عمل هذا المجلس، يعني الأمر عام، حتى لا يصبح في يوم من الأيام أنه والله أنا أسفر فلان لميول شخصي وأمنعه برضو لميول شخصي. فأتمنى أن تدخل هناك نقطة أو أن يلزم المكتب الدائم بوضع آلية واضحة للسادة النواب في هذا الأساس. وشكرا سعادة الرئيس. شكرا. يعني أنتم تم انتخاب أعضاء مكتب دائم من 5 أشخاص، رئيس ونواب 2 ومساعدية 2، وأعتقد ثقتكم فيهم عالية، وبالمكتب الدائم بيصير فيه محاورات، ما بيطلع أي شخص على أي وفد رسمي إلا بعد نقاش بالمكتب الدائم. رئيس اللجنة تفضل. دقيقة شوي. يعني أولا أنا يعني بثمن عاليا وبشكر كل أعضاء المجلس على يعني اهتمامهم الكبير لضبط أداء عمل المجلس وضبط حالات الغياب المتكررة التي أصبحت يعني تؤثر على صورة المجلس. وتؤثر على صورة المجلس. الأخ طارق مقترح وسؤاله، نحن هنا نتحدث عن جلسات المجلس، جلسة المجلس تحت القبة، لم نتحدث عن جلسات المجلس، جلسات اللجان، المشاركة بالوفود اللي خارج الأردن، نحن نتحدث عن الجلسة اللي تحت قبة البرلمان. هذه الجلسة غاب عنها العضو لمشاركته بمؤتمر، نقول أنه غاب عن التصويت وعن اتخاذ القرارات تحت قبة البرلمان لانشغاله بعذر مشروع لتمثيل الأردن خارج البلاد، فكيف لي أن أقول له حاضرا تحت قبة البرلمان وهو خارج البلاد؟ لا يعقل منطقا ولا يمكن أن أتصور ذلك أخي طارق، فكيف لي أن أوافق على كذا؟ لذلك هذه المقترح وليست هي إنجازا للجنة القانونية بقدر ما هي إنجازا لهذا المجلس الذي يعني دعم اللجنة بهذا التوجه. وأنا بشكر كل أعضاء المجلس على حرصهم على ضبط الغياب لتحسين صورة المجلس، وبحيث تبقى هذه الصورة ناصعة كما يريدها أعضاء المجلس ويريدها كل الأردنيين. شكرا. طارق واضحة. طارق تفضل. لا معك منطق في الموضوع، بس أنا برأيي بدل غياب بعذر، لأنه منطق ينحط مثلا ضمن مهمة رسمية، يعني الناس غياب بالنسبة لها غياب، عذر هذا أنا المكتب. حكيت بالجاي جاي. بعدين في موضوع تاني أنا تحدثته مع رئيس اللجنة والاجتماعات اللي صارت وللأسف مش محطوط هون. أنا اقترحت أنه رئيس اللجنة ينتخب مباشرة من المجلس، يعني رئيس أي لجنة المالية الاقتصادية العمل، بدل ما ينزلوا 4 على الرئيس، 1 ينجح و3 يزعلوا يبطلوا يحضروا أو نخسر كفاءتهم باللجنة، مفروض انتخاب الرئيس يكون مستقل. إحنا الرئيس المجلس منتخب رئيس والمنتخب منتخب أعضاء. تم التصويت. طارق بيك لو سمحت أخوان، مادة 33 في عندنا اقتراحات، بدنا نصوت. والله خلاص انتهى، نصوت. تفضل أعطيه. يعني أنا سعيد إنه يكون كل أعضاء المجلس حريصين على إلزامية الحضور، ومقترح أخوي أبو حسين بقول على المجلس أن يتخذ القرارات، وعلى إحنا وضعناها يحق للمجلس للمكتب الدائم، فبالتالي لا مانع لدينا بدل يحق على المجلس. شكرا. طيب إخوان، في عندنا مقترحات هسه المادة 33، في مادة المادة مع خير عطية، تعديل النص ليصبح إذا تغيب العضو بدون عذر يتخذ المكتب الدائم بحقه الإجراءات التالية، وتبناه رئيس اللجنة. من مع مقترح خير عطية؟ قرار اللجنة. من مع مقترح اللجنة اللي تبنته لخير عطية؟ أغلبية. شكرا.
أمين عام المقرر عفوا المادة 34 يلغى نص المادة 184 من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي. تكون قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية وفق الترتيب التالي: ألف رئيس مجلس النواب، باء رؤساء الوزراء السابقون، جيم رؤساء مجالس النواب السابقون، دال نواب الرئيس، ها مساعدا الرئيس، واو الوزراء السابقون، زين رؤساء الكتل النيابية، حا رؤساء اللجان الدائمة، طاء النواب حسب الأقدمية في النيابة. شكرا. محمود الفرهيد وخلاص نجح مقترح. لما ينجح مقترح يا صفاء ما بنروح على المقترحات الثانية لو سمحتي. أنا بلتزم بالنظام الداخلي. تفضل. شكرا سعادة الرئيس. تفضل باشا. اسمح لي سعادة الرئيس أن أخاطب الحكومة من خلالك. يوجد اعتصام لعدد من العاملين بجامعة طفيل التقنية المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة، وعدد منهم مضرب عن الطعام ويعانون من أوضاع صحية صعبة. لذا أطالب الحكومة بإيجاد حل سريع لهذا الأمر، لا سيما وأن الحل لا يتطلب المعجزات وإنما بحاجة لقرار حكومي بصرف مبلغ مالي للجامعة لتتمكن من حل هذه المشكلة، لا سيما وأن تسويف الحل سيؤدي لتأزيم الموقف فيما إذا لو توفي أحد هؤلاء لا قدر الله، وعندها سيكون الأمر مكلفاً أضعاف أضعاف ما هو مطلوب الآن. لذا على الحكومة القيام بحل هذا الأمر. وشكراً سيد الرئيس. شكراً. أحمد الرقب مادة 34. شكراً سعادة الرئيس. يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة من عمل نيابي أن نضع كثيراً من الاحترازات حتى نحافظ على هيبة المجلس والأصل في أعضاء مجلس النواب، وهم كذلك أن يكونوا قادة بعيدين عن موضوع الحضور والغياب. لكن على كل حال لابد من اتخاذ بعض الضوابط المهمة. بالنسبة للمادة 34 أرى مع الاحترام أن النص الأصلي مع محاولة مقدرة من اللجنة، لكن يبدو أن المجاملة ما زالت موجودة في النظرة إلى هذا الأمر. أتساءل لماذا رؤساء الوزراء السابقون؟ لماذا؟ لماذا ولماذا؟ لماذا نقول الدور الأبرز؟ طبعا مع تقدير أن قد نحتاج في بعض الوفود إلى خبرات مميزة، لكن أعتقد أن في وجود مجلس وأن وجود تنوع في مجلس النواب ربما يسعف أكثر من التأشير دوما على موضوع الرؤساء أو الأعيان. مع الاحترام هنا مداخلة أخرى إذا سمحت سعادة الرئيس. اقتراحك يا دكتور. الآن أيضا علينا أن نعطي الفرصة للنائب لكي يبرز دوره السياسي والقيادي في مختلف المحافل، لا أن تبقى الأمور محددة جهة سين أو صاد، مع التقدير لكن مع الضبط. اقتراحي المحدد شطب المادة بالكامل. شكرا. شكرا. عواد الزوايدة. أعطي عواد. شكرا سعادة الرئيس. يعني أنا أولا كنت بدي أحكي على الفقرة السابقة، يعني مثل ما تفضل معالي أبو فيصل لا يجوز أنه مجلس نواب يعني بهذا المواد تطبق عليه هذا المواد، أصبح غير مش مجلس نواب مش ممثل الشعب، هو أصبح يعني بصراحة يعني أقرب لطلاب المدارس مثل الجامعة. وشكرا. شكرا. بس أنا فقط المادة 34 لك اقتراح شيء؟ يعني بصراحة أجدها جيدة. شكرا. شكرا. مقرر اللجنة ما عندي اقتراحات. شكرا سعادة الرئيس. بس أنا ردا على اقتراح الزميل المحترم، نتحدث عن قواعد الأسبقية للنواب، المعنى يعني الوارد فيها أن نائب كان يشغل منصب رئيس وزراء، وليس رئيس وزراء من جيبه قدمه على نائب، هو نائب كان يشغل منصب رئيس وزراء أو وزير. فقط ما قمنا بتعديله أننا قدمنا المساعدة الرئيس على الفقرة على الفقرها وسرنا في التتابع الموجود أصلا. شكرا. رئيس اللجنة. يعني إحنا المرة الماضية شفت المجلس أنا بتوجه، كان مقترح الدكتور عبدالله العكايلي فيما يتعلق بإرجاء المساعدين إلى ما بعد رؤساء الكتل والوزراء السابقين، فهذا كان مقترح الدكتور عبدالله العكايلي المرة
وأجلناه إلى مش موجود المادي مش موجود يا سعادة الرئيس مش موجود عبد الله عكايلة نعم بقول لك كان مش موجود ما بتبنى اقتراحه هذا المقترح هذه ترى تبي لغايات المناسبات شكرا. شكرا شكرا اخواني من مع قرار اللجنة في المادة 34 أغلبية 35 مقرر شوفيه 35 يعدل النظام الأصلي بإضافة فصل جديد الفصل 23 وإعادة ترقيم باقي الفصول والمواد من بعده وعلى النحو التالي الفصل 23 لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية المادة 178 ألف تشكل في بداية كل مجلس لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على النحو التالي 1- لجان الأخوة البرلمانية ألف لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي والعراق واليمن ب لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي ج لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في منطقة القرن الأفريقي د لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول بلاد الشام ه لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في حوض النيل 2- جمعيات الصداقة البرلمانية ألف جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأوروبية ب جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول أمريكا اللاتينية والوسطى ج جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأقنوسيا د جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع أمريكا الشمالية ه جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأفريقية و جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ب تتألف اللجنة أو الجمعية من 25 عضواً حداً أعلى و10 أعضاء حداً أدنى ويتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للكتل جيم يحق للعضو الانضمام للجنة أخوة وجمعية صداقة واحدة تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرر لها أقرأ لكم المادة 179 بالمرة عشان تريحوني المادة 179 تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة شكرا نبيل غشان يا أخوان يعني لجان الأخوة ولجان الصداقة هي لجان محددة ومخصصة في دولة محددة وليس بتعويبة اليوم إحنا إذا غيرنا النمط اللي إحنا ماشيين عليه إحنا راح ندخل في صراعات يعني بمعنى اللجنة اليوم مثلاً لجنة الخليج العربي بكرة إذا هاي اللجنة راحت صارت قطر بتزعل السعودية إذا زعلت السعودية بتزعل قطر وهذه سواليف راح تدخلنا في متاهات ما في حدا بيغصب حدا في مجموعة حابة تكون لجنة صداقة مع روسيا في ناس حابة تكون مع أمريكا ما في مثلاً في لذلك هذه التعويمات معناته نشطب اللجان أفضل أنا مع شطب هذه المادة والإبقاء على ما كانت عليه شكرا شكرا دكتور خير مصعدي شكرا سيدي الرئيس يعني أنا أتفق تماما مع ما قاله سعادة الأخ نبيل الغيشان وما ذهب إليه صحيح وإذا ما أصر المجلس على قرار اللجنة فإنني أقترح المقترح التالي كحل لهذه المشكلة التي تحدث عنها والمقترح بالنص التالي على الرغم مما ورد في الفقرة ألف من هذه المادة يحق للمكتب التنفيذي تشكيل لجنة للأخوة أو جمعية للصداقة كلما استدعت الحاجة لذلك هذا إذا لم يوافق المجلس على مقترح الأخ نبيل وذهب إلى قرار اللجنة فهذا المقترح يعطي الحق أو الصلاحية للمكتب التنفيذي لتشكيل لجان الأخوة وجمعيات الصداقة شكرا سيد الرئيس شكرا رجا الصريرة رجا سعادة النائب رجا الصريرة شكرا سعادة الرئيس أنا فيه لي اقتراح من أول ما بدينا هذا النظام لكن صار الخير أقترح أن يخصص 15 دقيقة من بداية كل جلسة ليتحدث 10 نواب من المحافظات بواقع دقيقة ونصف لكل نائب وبشكل دوري بكل جلسة ذلك يعني أنه خلال شهر يكون قد تحدث 80 نائب للإشارة ولإيجاد الحلول
أو الإشارة إليها بما يهم الساحة وقضايا الساعة من القضايا العامة ضمن اختصاص المجلس للرقابة والإشارة والحلول. هذا يخفف من الأسئلة التي يضطر النائب للذهاب إليها، ولنوفر الجهد والوقت للمجلس وللحكومة للتخفيف من الأسئلة الموجهة للحكومة والتي أصبحت متراكمة وبدون حلول، وأيضا يخفف من التوجه النائب إلى المواقع الإلكترونية والإعلان بما أنه طرح القضية تحت القبة. أرجو الموافقة على هذا الاقتراح. شكرا. شكرا. علي حجاج. شكرا سعادة الرئيس. أنا مقترحي على المتن في هذه المادة تشكل في بداية كل دورة عادية وليس لكل مجلس. شكرا. واضح. شكرا. فواز زعبي. ايش فواز؟ شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس نحن رأينا في الأمس كل كلامك تسلل. نحن رأينا في الأمس حكيت مادة بموقعها. تفضل. نحن رأينا في الأمس المؤتمر الاقتصادي العالمي، ولولا علاقات سيدي صاحب الجلالة مع دول العالم والعلاقات الودية والسياسية والاقتصادية لما رأينا في الأمس هذا الجمع من دول العالم. لذلك اللجان في مجلس النواب لها دور مهم ودور لنقل صورة الأردن اقتصادياً سياسياً سياحياً، هذا يعطي شيء توضيح لدول العالم. لذلك اللجان يجب أن تكون موجودة وفعالة، ولك كل الشكر. شكرا. خيل عطية. سيد الرئيس يعني يا اخوي اخر مادة راح تحكوا لكم بوعدكم. تفضل خليل. شكرا سعادة الرئيس. يعني امل ان نصغي لذلك، وانا اهيب بالمجلس الكريم واللجنة المحترمة ان تضيف الفقرة واو حتى نعطي رسالة للأهوج ترامب ومجموعة الحكومة المتصهرة في امريكا، وان نعلن لجنة اخوة برلمانية أردنية فلسطينية، يعني حتى نعتبر فلسطين دولة. ولذلك نرسل رسالة إلى العالم بأننا ما يقوم به نتنياهو وترامب بخصوص فلسطين هو مرفوض كلياً ومرفوض صفقة القرن. وبذلك يرسل أمل من المجلس الكريم ومن اللجنة أن توافق على ذلك. في اثنين، إضافة فقرة أخرى، جمعيات الصداقة البرلمانية مع المنظمات والهيئات البرلمانية، إضافة يكون هذه الجمعيات في كل برلمانات العالم. لذلك لا أجد ضيرا في إضافة الفقرة يا جمعية الصداقة البرلمانية مع المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية. آمل من المجلس الكريم حتى نعطي رسالة أننا ضد صفقة القرن ونعتبر فلسطين دولة زيها زي أي دولة أخرى. وشكرا سعادة الرئيس. مرزوق الدعجر. مرزوق الدعجر يا اخوان انت خالد اهدى حكيت مرتين. شكرا سعادة الرئيس. يعني اولا بدي يعني اؤيد ما ذهب اليه الزميل خليل عطية في موضوع لجنة الصداقة الأردنية الفلسطينية وابقاء الامر على ما كان عليه بالنسبة للجمعيات القائمة، لانه في جمعيات كلها قائمة وما بصير اليوم ان احنا بدنا ننسفها من اول. شكرا. شكرا راشد شبحة. راح اعطيك باشا ما دامك رجعت. يعني شكرا سعادة الرئيس. أول إشي إن عتب على الأمان العام، ودينا عدة مقترحات عن مادة 23 و25 و26 وكان مسجلات بالجلسة السابقة وراحن علينا على كل شكرا. لكن أنا بدي أسولف بشكل عام عن هالنظام الداخلي. يعني أنا أعتقد جازما بأن التعديل على النظام الداخلي لمجلس النواب هو تقليل من صلاحيات النواب، وخاصة في بعض المواد للنظام، حيث أصبح التعديل عبارة عن رسالة سلبية للأعضاء وخاصة للمتغيبين. والتعديل أيضاً يزيد القيود على سلطة النواب، وأعتقد أنه مسماراً سيدق في نعش الديمقراطية البرلمانية الأردنية. وأنا بطلب من جميع النواب وبثني على معالي أبو فيصل ومعظم الشباب أنه ما نصوت عليه نهائياً. وشكراً. شكراً. باشا أحمد اللوزي. شكراً سيد الرئيس. يعني جاءت هذه السماح لنا بعد أنه سبق لي مداخلات على مادة
وكانت من الجلسة السابقة لكن ليس. بداية أقول أنه مداخلة تعلق بموضوع الوفود البرلمانية تذهب للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات، والذين أصبحت لديهم الخبرة لكثرة سفرهم ومشاركاتهم ليس، لكن ما أطلبه أنهم يجب أن يطالب أنه الوفد بعد عودته أن يقوم بتوزيع ملخص عن الزيارة وأهم ما ورد فيها والمداخلات المقدمة وما شاهدوه ويمكن الاستفادة منه، لأن ذلك حق للمجلس الاطلاع على نتائج الزيارة. أما فيما يتعلق في المادة 178 فأنني أرى أن نضيف العراق، نأخذها من الفقرة ألف إلى الفقرة دال، لأن العراق ليست من دول الخليج وهي من دول بلاد الشام ومن ضمن الهلال الخصيب. وأما اقتراح السيد خليل عطية ففلسطين مشمولة من ضمن بلاد الشام اللي واردة في الفقرة دال. وشكرا سيد الرئيس. شكرا نواف الزيود. شكرا سعادة الرئيس. الفصل 23 لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية. المادة ألف تشكل لجان أخوة برلمانية مع برلمانات الدول العربية الشقيقة نظراً لخصوصية العلاقة البرلمانية الأردنية مع كل دولة شقيقة. اثنين، وتشكل جمعيات صداقة مع الدول الصديقة التي تربطنا بها علاقات برلمانية حسب التقسيم المبين في النظام المعدل. وإضافة مادة جديدة بالنص التالي: يحق للمكتب الدائم تشكيل جمعية صداقة برلمانية مختصة بدولة محددة متى اقتضت الضرورة. وشكرا. شكرا. تبعت لي مكتوب معلش. صالح عرموطي. أعطيك هسه بعطيك بس أنا أسمع الاقتراحات. كان لي على المادة 34 اقتراح، بجوز لأني كاتب سامحكم باللجان والترتيب ما حطوا لي إياها، بس بقول إنه هذا التصنيف تصنيف طبقي، يعني يعيدنا على عهد العبودية، تصنيف رئيس وزراء ورئيس كذا له تصنيفات، ويتعارض مع المادة 6 من الدستور أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم بالحقوق والواجبات. ليس. أما المادة 178 فإنني بالفقرة باء فإنني أقترح تخفيض العدد، يعني إذا بدك تروح على مسؤول ولا على سفارة تحط لي قديش عددهم 25 11 يبقوا على 11 أفضل تحطهم في أي مكان، ولكن يعني تحفظي أن ما ورد هنا بالمادة 178 باعتقاد الجازم أنه يتعارض مع النص الدستوري بالمادة 2 إنه نظام لا والله المادة الواحدة نظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. للأسف الشديد في بعض الحالات سعة الأخ وأرجو أن نتنبه يترأس اجتماعات السفر إلى دول عربية وأجنبية من الأعيان، ويكون عضو نيابي عضو في هذا، وهذا لا يجوز. ولذلك أنا أقتر عن مكتبه أن لا يكون أي سفر لأي نائب أن يترأس عين وهذا يتعارض مع النص الدستوري. كما أقترح اقتراح آمل أن ينال القبول، ولدور مجلس النواب كممثل للشعب فإنني أقترح تعديل المادة 178 من النظام الداخلي، بحيث بدل يعمل بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان استبداله بالنظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يترأس اجتماع مشترك بين مجلس الأعيان والنواب كما سيحصل غدا برأي الدستوري لا يجوز رئيس مجلس الأعيان أن يترأس. لا مطروح مادة 178 مطروح. أستمع عن مادة 35 178 المادة 35 يا سيدي بالمادة 178 ألا يجوز أن يترأس الاجتماع، والأصل دستوريا حسب نيابي ملكي أن يترأس رئيس مجلس النواب، وألا نعمل بنظام مجلس الأعيان أنما نعمل بنظام الداخلي لمجلس النواب. وشكرا. شكرا مصلح التراوني.
سيد الرئيس، اولا تصحيح واقع على نقطه نظام كتصحيح واقع. اولا انه موضوع لجان الاخوه وجمعيات الصداقه البرلمانيه لم تكن منظمه سابقا في النظام الداخلي حتى ناتي ونتكلم في موضوع التعديلات. ما جاءت به اللجنه حقيقه هي اضافه نوعيه من اكثر من نوع. من ناحيه اولى نحن في الاردن معروفين اننا دوله تجمع ولا تفرق، وبالتالي النهج الذي انتهجته اللجنة في جمع الدول العربية في مجال لجان الأخوة حسب الإقليم كان هو الأفضل، لأن الغاية هو بناء علاقات سياسية برلمانية يقودها البرلمان الأردني على مستوى الإقليم، وكذلك الحال فيما يتعلق بالدول غير العربية. لذلك قسمناها للجان أخوة ولجان صداقة على التقسيم الذي ذكرته اللجنة. أنا حقيقة أثني على ما جاء في اقتراح الباشا اللوزي في نقل العراق الشقيق إلى بلاد الشام، وبالتالي تكون الفقرة دا لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول بلاد الشام والعراق بحيث تشمل سوريا ولبنان وفلسطين الحبيبة والعراق أيضا. وشكرا جزيلا. شكرا. حسين الكيسي، نقطة نظام. شكرا سيد الرئيس. نقطة النظام نقطتين سيد الرئيس. صار النقطة الأولى، النقطة الأولى سيد الرئيس فيما يتعلق برئاسة رئيس مجلس الأعيان للجلسة المشتركة، هذا الحكم نظم بموجب أحكام الدستور، خاصة وأن الدستور أخذ في مبدأ المجلسين، وبالتالي مقترحات الزميل تحتاج إلى تعديل دستوري، لكن تولي رئيس مجلس الأعيان لرئاسة الجلسة المشتركة هو بحكم النص الدستوري. النقطة الثانية كون يعني زميلنا يحيى السعود مش موجود، ومع احترامي لوجهة المقترح اللي اقترحه الزميل خليل عطية، إلا أنه وجود لجنة دائمة ضمن لجان المجلس تحت مسمى لجنة فلسطين، هذا هو أكبر رسالة لكل الدول، خاصة أنه هذه اللجنة موجودة منذ مجالس متعاقبة، وبالتالي تشكيل لجنة صداقة سيضعف هذه اللجنة الدائمة التي لها نشاط واضح ومعروف للجميع. سيد الرئيس شكرا. رمضان شو عندك؟ سيد الرئيس أعتقد أنه يمكن سهوا أو خطأ من اللجنة أنه أستراليا غير مذكورة بالمجموعة كاملة. فيك خير تتذكر الناس. خير أبو سعليك تفضل. نقطة النظام سيد الرئيس هي تصحيح واقع، وهي تماما النقطة التي تحدث بها سعادة أخي حسين القياسي، بأن رغم وجاهة المقترح الذي تحدث به سعادة الأخ صالح العربوطي، لكن هذه تحتاج إلى تعديل دستوري، ومكانها الحقيقة لا يمكن طرحها لأنها بحاجة إلى تعديل دستوري. شكرا سيد الرئيس. شكرا. إخوان عندنا مقترحات على المادة 35. إيش يا خليل؟ تفضل خليل. نقطة النظام، أنا الزميل حسين القياسي ذكر اسمي، وأنا أريد أن أوضح أن لجنة الأخوة البرلمانية تختلف عن اللجنة الدائمة، هذه لها مهام ووضعها النظام الداخلي، هذه تتعلق بالشؤون البرلمانية بين برلمان دولة فلسطين والبرلمان الأردني. لذلك يعني يا أخوان أنا أتمنى، يعني أنا لا أريد أن أفرق، ولكن نعطي رسالة في الوقت اللي نتنياهو يحاول الآن بعد ضم القدس، بعد نقل السفارة للقدس وضم الجولان، يريد أن يضم أجزاء من فلسطين، فلنعطي رسالة واضحة لذلك. والموضوع الثاني أن الأخ أبو عماد يعني المادة 89، أخوي أبو عماد من الدستور، عندما المادة 89 الفقرة الثانية بتقول عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعلام، وأنت الأجدر بالحفاظ على الدستور. أخي الكريم دكتور إبراهيم بنياني ذكر اسمي وذكر اسمه. شكرا سيدي. تفضل إبراهيم. شكرا سيدي، الله يعطيك العافية. رغم هدوء يا إخوان، هدوء. تفضل. رغم يعني تشكيكي بقانونية الحوار على بالنظام الداخلي بعد التصويت الذي حصل بالجلسة السابقة، وأتمنى
أن يتم استشارة مستشار القانوني حولها. شكرا دكتور. لا في الاقتراح. تفضل دكتور. وأتمنى أن نعود للتسجيل وليس المكتوب. تفضل دكتور. شكرا. أعطي دكتور إبراهيم. وأيد ما جاء به سعادة الباشا أحمد اللوزي وما تقدم به نحو تقديم التقارير للجان أو الأفراد الذين يقومون بزيارات رسمية خارج الأردن بتقديم تقرير المجلس لنعرف ماذا عمل وما هي نتيجة هذه الزيارات. النقطة الثانية وأيد أيضا أن يكون العراق مش من بلاد الشام، اسمه الهلال الخصيب. الهلال الخصيب إذا بدك تسميها العكس، لأنه نؤيد موضوع بلاد الشام، إحنا جزء من بلاد الشام، إنما إذا بدك العراق فنسميها دول الهلال الخصيب. وأؤيد بقوة لجنة الصداقة الأردنية الفلسطينية أو الفلسطينية الأردنية، وهذا لا يتعارض مع وجود اللجنة الدائمة لفلسطين. شكرا. راح أعطيكم المقرر الرئيس، أعطيكم بس خليني أسمع من صالح عرموطي. سيدي أنا لما ذكرت في مداخلتي نظام حكم نيابي يعني ركن من أركان الدولة الأردنية، وما بيصير أي نص هنا أعين مادة 89. أنا مطلبي أنه لا يجوز أن يترأس مجلس الأعيان، أنما ممثلي الشعب. شكرا. أنا أعين مادة 89 وكاتب فيها محاضرات وطالب بتعديل النص، ومطالب بتعديل النص الدستوري بإلغاء جواز حل مجلس النواب حتى لا يكون سلطة ولا ولاية للحكومة بالتنسيب بحل مجلس النواب. أنا أعني ذلك، وإنما أقصد إظهار أن مجلس النواب يتقدم على مجلس الأعيان المتعين. هذا شكرا. شكرا شكرا أبو عماد. شكرا. رئيس اللجنة تفضل. خلصتوا على الموضوع كله أنتم. خلص المقترح. تفضل. شكرا سعادة الرئيس. يعني هذه موضوع لجان الأخوة ولجان الصداقة هي لم تكن منظمة بالنظام الداخلي، وكانت هي عبارة عن أعراق برلمانية تحكمها رجال العرف على تسميتها بهذه الأسماء. أصبح واجب علينا ونحن نتصدى إلى تعديل النظام الداخلي أن نضمنها ضمن هذا النظام وأن نضع لها شروط وكيفية تأسيسها. وهنا يعني حاولنا أن نجمع تلك اللجان التي تشترك في الجغرافيا وفي هذا، بحيث تكون تتألف اللجنة من 25 عضو. 25 عضو هذولي بيمثلوا الدول اللي تحت هاي لجنة الأخوة، اللي الخليج العربي، لجان الصداقة كذا. فبالتالي هذه اللجان جاء الهدف منها هو أن تنظم تحت مظلة واحدة وتخلق آلية تنظيم بحيث لا يكون هنالك تعارضات، أو أن لأنه وجد المكتب الدائم من خلال كثرة اللجان الصداقة وجد أن هنالك بعض المشاكل العملية التي اعترض في التطبيق العملي. ونحن هنا وفي هذا المقام لا مانع لدينا من تبني مقترح خير وفعلي اللي أعطى صلاحية للمكتب الدائم إنشاء لجنة الصداقة بالمستقبل إذا ما وجدت الحاجة لذلك، فنحن نضيفها إلى ذلك. بالنسبة للعراق هو مع الخليج العربي إحنا حطينا، يعني ما في مشكلة لو راحت مع بلاد الشام، إحنا ما فيش هو بس يعني بس إحنا مع بلاد الشام. يعني هذا الخلافية مش وين ما تكون مش مشكلة، يعني هو ولا واضح. مقرر اللجنة تفضل. شكرا سعادة الرئيس. كفاية رئيس اللجنة ما كنت أنا أود أن أقوله، لكننا يعني في إطار التقنين اليوم نتحدث عن أن هذه اللجان هي ليست مقننة في النظام الداخلي المعمول به. جاءت اللجنة لتقنن هذه اللجان، هذا الأمر. الأمر الثاني، ليس ثمة ما يمنع بأن تكون، احنا أخذناها أقليم جغرافي، لكن اليوم لما نتحدث عن دول الخليج العربي وأحكي عن خمس دول على سبيل المثال، ليس ثمة ما يمنع أن يكون 25 موزعين، هذه السعودية، هذا يمن، هذا قطر، هذا الإمارات، ما فيما يمنع بذلك. بما أن لكن احنا اليوم فقط جئنا لنقول هذه أعراف برلمانية جرت العادة على تسميتها وهي موجودة هذه اللجان جميعها. أما فيما يتعلق بأستراليا وما ذكره الزميل أخي أبو زيد، أستراليا هي في الفقرة جيم دول أوكنواسيا، موجودة أستراليا من ضمنها. فأتمنى على الجميع أن يتم التصويت على قرار. شكرا. اللجنة القانونية. مش عم زقور، شو عندك أبو العز؟ وين أبو العز؟ شكرا سعادة الرئيس. يعني أتمنى الأخذ بالاقتراح
الذي تفضل به سعادة الأخ رجا السرايرة على أهميته. نحن نعي تماما ونحارب يا سعادة الرئيس، إذا كنت معي، معك التسلل، فلماذا لا تضاف هذه المادة على أهميتها؟ لأننا لا نرى نقطة ما يستجد من أعمال لها تفعيل، وبنفس الوقت نرى بأن كثير من الأمور العامة مثل ما بقولوا بنت الساعة أو بنت لحظتها يجب أن تطرح. لذلك أتمنى تبني هذا المقترح الذي تقدم به سعادة أخي رجاء وأن يكون من ضمن النظام الداخلي، وشكرا. شكرا وصيد. شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس أعتقد وأن يكون من ضمن النظام الداخلي، وشكرا. شكرا وصيد. شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس أعتقد أن هذه المادة قد شبعت بالنقاش واستمعنا لجميع مقترحات الزملاء. أقترح أنه نصوت على هذه المادة. خلصنا مقترحات كل حكى، ما ظل حدا ما حكى. إخوان، أولا اقتراح النائب خير أبو سعليك واللي تبنته المقترح من اللجنة بإضافة فقرة بالرمز باء بالنص التالي: على الرغم مما ورد في الفقرة ألف من هذه المادة يحق للمكتب التنفيذي تشكيل لجنة للأخوة أو جمعية للصداقة كلما استدعت الحاجة لذلك. من؟ مكتب التنفيذي حكاوه. مكتب التنفيذي. مكتب ده. من مع هذا المقترح اللي تبنته اللجنة؟ أغلبية. طيب في إضافة ثانية على الحجاحجة، تشكل في بداية كل مجلس لجان الأخوة والصداقة البرلمانية على النحو التالي تعديل. من مع مقترح الحجاحجة؟ أو دور تكاتب مجلس. طيب. خيل عطية إضافة نص التالي: لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الفلسطينية موجودة، قلنا بلجنة فلسطين إحنا. لم ينجح. عد يا أخوي، عد يا مساعدين، صرت صرفها ودي. قديش يا أمانة؟ ماشي، نجح الاقتراح، ماشي، شكر. نواف الزيود: بن جديد بالنص التالي يحق للمكتب الدائم تشكيل جمعية صداقة برلمانية مختصة بدولة محددة متى تقتضي الضرورة. هيا أعتقد تمشي مع حديك تبعت خير أبو سعليك. أحمد اللوزي: إضافة العراق وتبنته اللجنة وما في ما يمنع تروح بلاد الشام. موافقين؟ العراق وبلاد الشام مع بعض موافقة. صالح العرموطي: تخفيض العدد من 25 إلى 11. من مع مقترح صالح العرموطي؟ لو سمحتوا عم بصوت قاعد. لم ينجح. من مع قرار اللجنة؟ أغلبية. إخوان، نظام بمجمله أغلبية. أمين العام أغلبية، نظام داخل. شكرا سيد الرئيس. ملحق جدول أعمال الجلسة 30 المقرر عقدها في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الأحد الواقع في 2 شعبان 1440 هجرية الموافق 7/4/2019 ميلادية. يضاف على جدول الأعمال ما يلي: قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم 4 تاريخ 1/4/2019 والمتضمن القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل المعاد من مجلس الأعيان. قرر لجنة العمل. تفضل سيدي. أعطي أبو فيصل. شكرا سعادة الرئيس. لا يجوز، يعني مع الاحترام الشديد لك، أن تخالف النظام الداخلي. قدمنا لك مذكرتين موقعات من أكثر من 10 نواب لإعادة فتح مادة أو مادتين في النظام الداخلي، وهذه تطرح قبل التصويت على القانون بمجمله. شكراً. رفض المجلس الكريم على إعادة التصويت عليها طرح ذلك، وإن رفض إعادة فتحها المجلس الكريم فعلى رأسنا كلنا. شكراً معاليك. للمجلس وللنظام الداخلي،
احنا كل جلستنا كانت على النظام الداخلي، نجي نخالفه اذا سمحت. تفضل. نجي نخالفه يعني. خلص سيدي. خلص سيدي. اولا شكرا على مقترحك، ولكن هذا مش قال، هذا نظام داخلي لا ينطبق عليه انطباق مشروع القانون اولا. هي ثاني شيء. ثاني شيء عندي مقترحات بفتح مواد فوق العشر مواد، انا بدي كمان جلسه ثانيه، هذا بدها لجنه ثانيه، فلو سمحت تفضل قرر اللجنه. مين؟ تفضل ولا يهمك، تفضل رئيس اللجنه جاوب. بهمش خارج خارج الماده. يعني انا يعني الحديث الان بعد التصويت معالي الرئيس. ما عندنا مشكلة، هذا بجاوب. معالي الرئيس، الحديث الآن بعد التصويت على النظام بالمجمل ولم يعد له. شكرا. مقرر مقرر المقرر مقرر المقرر قرار اللجنة يا أخوي. أنت معالي الرئيس تفضل يا مقرر اللجنة تفضل. تفضل مقرر اللجنة. زملاء يا خالد رمضان خليك معاي تفضل بقول لك. زملاء زميلات، بخصوص القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 الذي حول للجنة من قبل القبة الكريمة. خلينا في المادة. اجتمعت اللجنة. أول شيء عندنا المادة الثانية، اللجنة طبيعي سعادة الرئيس يا مقرر قاعد بتخربطش الاخوان على قرار اللجنه. شو قرار اللجنه؟ وخليه مصوته لو سمحت. لو سمحت شوي شوي. تفضل. والله حافظ درسي عن غير. تفضل. ولا بتحمل واحد صيح. تفضل ابو الوليد. البند ثانيا، تعريف العمل المرن، اضافه عباره وفق نظام يذكر لهذه الغايه. بعتقد هذه ماده شكليه، يعني ما فيها مشكلة. إضافة نظام داخلي يصدر بموجب النظام الداخلي. تفضل. قرار اللجنة مع الأعيان هون. قرار اللجنة مع الأعيان. نعم. من مع قرار اللجنة في المادة 2 اللي هو متوافق مع الأعيان؟ أغلبية اللجنة بخصوص المادة على البند ثانيا حول موضوعة موافقة بعد شطب موضوعة الصندوق. ايش يا بابا؟ تفضل يا بابا. مع الاعيان اللجنه هنا. من مع قرار اللجنه؟ اغلبي. الان الماده حول موضوع تصاريح العمل، الماده 12. الماده 12. اللجنه وافقت الاعيان ولي انا مخالفه، تسمح لي انزل تحت اكتبها؟ تفضل. لك انت إيه؟ انت مقرر لا لا محل لا لا اطلع على البودو لو سمحت، ما بصير. اقعد هنا. مين اللي اتليها من غدا لو سمحت يا اخي. بصير وانا قررت اروح من غدا احكي، ما في مشكله. تفضل ابو وليد. تفضل. زملاء زميلات، مجلسنا الكريم لما ناقش موضوع تصاريح العمل و التامت إرادة المجلس على إعفاء أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، مجلس الأعيان خالفنا بذلك واللجنة وافقت. أنا خالفت هذا. لماذا خالفت؟ باختصار، أبناء قطاع غزة صلنا عشرات السنين بنتحدث قرارات مجلس وزراء، وبذكر المجلس الكريم جلالة الملك المغفور له الملك حسين أيضا في زيارات متعددة، وكل التوجيهات إما لرئيس الديوان أو للحكومة وخلافه، وهناك أيضا في بعض القوانين استقر يقال بموضوع اللي هي يمنع أبناء قطاع غزة بالقانون. هنا لما نأتي لمظلمة واضحة، لمظلمة واضحة لأبناء قطاع غزة بتصريح العمل، وبنعرف بالمهن بالطب بكل الأمور، رغم انعقاد إرادة مجلس الوزراء شفاعة، لكن على الأرض لا تغيير. أناشدكم الإبقاء على قرار مجلس النواب. شكرا معالي وزير العمل.
معالي وزير العمل. شكرا سعادة الرئيس. أود أن أبين للسادة النواب فيما يتعلق بموضوع أبناء غزة المقيمين في المملكة من أحكام نص المادة 12 فقرة ألف من قانون العمل، التزمت الحكومة أمام مجلس الأعيان وتلتزم الآن أمام مجلسكم الموقر على إصدار نظام خاص باستثني أبناء قطاع غزة المقيمين بصفة دائمة في المملكة من إصدار تصاريح العمل، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية وكونهم مقيمين في المملكة. شكرا. إخوان، إيش يا سعادة الزميل أحمد الصفدي؟ تفضل. شكرا. صوت على مخالفة الزميل خالد رمضان ومن ثم على قرار الأعيان. شكرا. طيب اخوان، ليش ليش مقرر اللجنه احنا سرعه، شو عندك؟ احكي تفضل الحين. بعطيك استغراق. شكرا سيد الرئيس. بعطيكم حقيقه تحدث فيه زميل خالد رمضان يعني مهم جدا. اخواني، احنا لا نثق بقرارات الحكومه والحكومات المتعاقبه. هناك قرارات لما كان دوله رئيس الوزراء فيصل فايز كان في هناك قرار اصدره، لكن على الواقع ما عم بمشي. اليوم ابناء قطاع غزه القرار سياسي، ابناء قطاع غزه هم اردنيون، شاء من شاء وابى من ابى، لكن احنا ما بنطالب لهم بالتجنيس ولا بنطالب لهم رقم وطن، احنا بنطالب انهم يعيشوا حياه كريمه، وبالتالي احنا لا نثق بهذه الحكومه ان تتغول بكره على هذا النظام وتصدر نظام مخالف. نحن نريد بهذا المجلس ان نصر على قرارنا وان يكون القرار صادر عن هذا المجلس. شكرا سيد الرئيس. محمد هديب. شكرا سعادة الرئيس. زملائي الأكارم، يعني من يومين زارني وفد كبير من أبناء مخيم غزة، كوني أنا في محافظة جرش ومخيم غزة هاشم موجود، وبلغوني أمانة أنه أوصلها للزميلات والزملاء النواب، وأنا يعني مثل ما بلغوني إياها راح أحطها في ضمائركم ورقباتكم. بقول الجماعة بالحرف الواحد إنهم لا يملكون أرقاما وطنية، ولكنهم يملكون قلوبا وطنية، ويحق لهم أن يعيشوا بكل كرامة. فإذا كانت الحكومة وعلى لسان معالي الوزير موافقة على إصدار نظام خاص، لماذا ما دام القانون موجود بين أيدينا لماذا هذا النظام؟ ما النظام؟ القانون هو كلمة والقانون موجود بين أيدينا، ليش تعمل الحكومة على إصدار فيما بعد نظام؟ نرجو أن نتمسك برأينا بما يخص هذا القرار. وشكرا. محمد الظهراوي قصي خط محمد دور محمد الظهراوي قبل شوي. تفضل. شكرا. شكرا سعادة الرئيس. عندما يعمل أي موظف بأي شركة 3 أشهر بتثبت، سنة يعني لمتى بدنا نضل نجرب أهل قطاع غزة؟ لمن 48 أنا أقدم منه، إحنا جينا ب 67 لسه. أهل قطاع غزة فزعتنا وإخواننا وأهلنا وكل الجنسيات الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، عملت مشاكل وصار فيها اضطرابات، ولكن أهل قطاع غزة لم نسمع لهم لا من قريب ولا من بعيد إلا انتماء وولاء للقيادة الهاشمية والأردن. أهل قطاع غزة الرديف للشعب الأردني في السراء والذراء. أهل قطاع غزة جيران كل واحد فيكم، فيش واحد نائب موجود هون ملوش جار من أهل قطاع غزة، وبتعرفوا الناس أخلاق وأدب واحترام، وعمرهم ما خالفوا شيء يتعلق في أمن المملكة الأردنية الهاشمية. أنا أثني على كلام أخوي يحيى سعود وأقول أن النظام زاء ولا يبقى القانون. إحنا الآن القانون بين أيدينا إخوان النواب، يعني إحنا واضحة. وأخوي عمر قرقيش. أشكرك سعادة الرئيس. يعني أنا بستغرب سعادة الرئيس، على راحتكم، بستغرب كلام معالي الوزير بأنه بقول إحنا كحكومة نتعهد بأنه إصدار نظام ما يتعلق بأبناء. طب ما هو القانون موجود، وليش أنت توجلت بالقانون أعفين أبناء الأردنيات؟ هل أبناء الأردنيات وأبناء غزة يفرقوا عن بعض؟ إذا أنت أوجدت بالقانون أبناء الأردنيات، ليش استثنيت أبناء غزة؟ بهذا المقام اسمعني سعادة الرئيس، بالناشد جلالة الملك أنه يتدخل الآن ويسمح بإدخال ابن الشهيد أحمد ياسين، حفيد الشهيد أحمد ياسين اللي جلالة الملك أرسل طيارة خاصة لإخراجه من سجون الاحتلال، أجعل عمان اللي بتقول أنا بحتضن كل الفلسطينيين، بنمنع عنه العلاج في مستشفى الأمل للسرطان بحجة عدم وجود مخصصات مالية. هل يعقل
إنه جلالة الملك اللي بيقدم كل هذا الدعم للشعب الفلسطيني ولشهداء الفلسطينيين وللمرضى الفلسطينيين، تيجي الحكومة تقول ما فيش مخصصات مالية. حقيقة أنا بناشد جلالة الملك الآن تدخل للسماح بإدخال حفيد الشهيد أحمد ياسين إلى مستشفى الأمل للعلاج من مرض السرطان، اثنين من أبنائه تكفلت قطر بعلاجهم، لا يعقل. ومع الشكر لقطر أن تكون قطر وصية على أو داعم لأبناء غزة أو لأحمد ياسين أكثر منا إحنا الأردنيين اللي إحنا بنحتضن كل فلسطين وكل من يجرح الأرض فلسطين. شكرا إخوان، ما في مجال أشبع الموضوع. مصلح الطراونة في رأي مخالف، إذا في رأي ثاني مصلح الطراونة. لا يا سيدي أنا ما عندي رأي مخالف، بس إحنا كل اللي تكلموا عنه الزملاء فيما يتعلق بأبناء قطاع غزة ما في اثنين بيختلفوا عليه، هذول أهلنا وناسنا. لكن أن نشرع هذا المصطلح داخل قانون يصدر عن مجلس الأمة الأردني، هذا كلام خطير جدا ويهدد القضية الفلسطينية وهو جزء من أفكار التوطين، فإحنا ضده، فيجب أن يكون بنظام وليس بقانون. وشكرا. شكرا حسين القيسي. يا أخوي خلينا نسمع الأخوان. يا سعادة الرئيس، شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن سعادة الرئيس، أرجو سعادة الرئيس أن يفهم كلامي في سياقه الذي أقصده. أنا لا أزاود على أي زميل من الزملاء تحت هذه القبة، وأنا كشخص مع إعطاء جميع التسهيلات أيا كانت، لا بل إعطاء دماءنا للأشقاء في غزة وفي فلسطين. لكن هذه، اسمح لي بين قوسين مع كل الاحترام والتقدير لزملائنا، هذه المزايدات هل تخدم الهوية الفلسطينية؟ في ظل ما يقال عن صفقة القرن وتهويد القدس وضم الضفة بعد الجولان، الآن هل هذا الحديث الذي يجري اليوم يخدم الهوية الفلسطينية؟ نحن مع إعطاء جميع التسهيلات من السلطة التنفيذية والحكومة كصاحبة ولاية عامة، إلا أننا مع الحق الفلسطيني ومع الهوية الفلسطينية، وبذات الوقت مع عمل كل التسهيلات المطلوبة للأشقاء في غزة وفي فلسطين، ونحن لا نزاود عليهم، لكن خدمة القضية الفلسطينية. سيد الرئيس، يعني الحديث عن أرقام وطنية، وماذا بقي عن فكرة التوطين إذا ما تم تقنين هذه الأمور؟ سيد الرئيس، طالما أن الحكومة التزمت أمام مجلس الأعيان وأمام مجلس النواب بقرار دائم بإعفاء إخواننا وأهلنا ولا نزود عليهم في وطنيتهم من هذه التصاريح، فأعتقد أن الأمر ليس بحاجة إلى تقنين ذلك بموجب نص تشريعي في قانون الأعيان. واضحة. قرر اللجنة بنصوت على مخالفة. لو سمحتوا زملاء، بنصوت على مخالفة. دقيقة يا زميلات زملاء، لو سمحتوا لي النقاش الذي يذهب بالموضوع إلى موضوع، لو سمحت، لو سمحتوا، بس اسمعوني يا زملاء، أي نقاش يذهب باتجاه أي حالة من نقاش سياسي بمعنى توطين أو غيره أو خلافه أو مزاودات تحت القبة، استغرب ذلك. علينا أن نتوحد أنها قضية معنية بحق الناس. نحن نتحدث فقط عن تصاريح عمل، وتصاريح العمل سواء للإخوة المصريين أو خلافه تصدر بموجب مادة بالقانون. ولذلك أنا أتمنى على الجميع، هذا المجلس وكل مؤسساتنا بالأردن هي تقاتل وتدافع ضد أي قضايا اسمها لا توطين ولا وطن بديل ولا خلافه، ونحن مع فلسطين دولة واحدة على كل تراب فلسطين. عندي اقتراحات يا خالد، احنا خليك بموضوع القانون لو سمحت. الان المخالفه، عندك مخالفه، اسمعني شوي، عندك مخالفه راح نصوت عليها. في عندنا قرار الاعيان وعندنا الاسراع على قرار النواب السابق. من مع مخالفه خالد رمضان؟ اولا عد يا امانه عامه، عدوا دقيقه شوي، عم بصوت قاعد. لم ينجح الاقتراح. من مع قرار الأعيان؟ 17 اخوة عدوه حكوا أغلبية. قرار الأعيان موافقة. كمل يا سيدي.
كمل يا مقرر. المادة 7 أبو حسين تفضل. نقطة النظام سعادة الرئيس الجليل، أنا أريد أن أوضح الواقعة تفضل فيها الحبيب عمر قرقيش بأن جلالة الملك وأنا تدخلت فيها وأوصلت منظمة أو طلب ابن الشيخ المرحوم ياسين، وتم إعطاؤه إعفاء ابن المعالجة في الأردن، لذلك وجب التوضيح في ذلك. شكراً. المقرر لو سمحت. المادة 7 قرار مجلس الأعيان، اللجنة مع الأعيان بموضوع بدل معتمدة غير عربي لا يحمي جنسية عربي. شكرا. دقيقة شوي. المادة 18 مع قرار الأعيان اللجنة موافقة. المادة 21 مخالفة اللجنة مع قرار الأعيان، إلي مخالفة. تسمح لي من هون؟ مخالفة ثانية؟ طب خليني مخالفتك شوي بس. صالح عرموطي بدي أعطي لي ما حكوا. صالح عرموطي بس أوضح مخالفتي. يعني أنا لما نحكي باستحقاق دستوري، نعم بالله عليكم، إحنا هون تحت القبة سمحنا لأبناء غزة بالتملك، أنو أولى نعفيهم من التصريح ولا التملك؟ أنو أخطر؟ والله لو طوبت أهل غزة وأهل فلسطين جنان الدنيا لم يجدوا بديلا عن فلسطين. وبعدين بيقولوا مجلس الأعيان مخالفة الدستورية، وين المخالفة الدستورية؟ وين أنو إحنا مع دعم شعبنا وأهلنا في فلسطين، ومع دعم أهلنا وشعبنا في غزة المحاصر؟ إذا أعطيتم وعفيتم من تصريح عمل، هل هذا توطين؟ هل هذا وطن بديل؟ يعني يجب أن نحترم أرواح الشهداء. وأنا مع مخالفة الأستاذ خالد بالطول وبالعرض، لا يجوز تحت القبة أن يكون هناك توطين. معالي صالح خلينا بالمادة 21، أنت مع قرار النواب ولا الأعيان؟ لا أنا ما لن أكن مع قرار الأعيان ولو صح. طيب شكرا. ديما طهبوب، ديما طهبوب، المكتوب اسمه راح يحكي، اللي مو مكتوب ما راح يحكي. تفضل ديما، تفضل ديما طهبوب. ما عندي ما عنديش هالمادة. شكرا. سعود ابو محفوظ، سعود ابو محفوظ. انا من حقي اتكلم. تفضل ابو. من حقي اتكلم في موضوع ابناء غزة بوضوح ولو صوت المجلس، لأنه كان صوت خلاف ذلك. خلينا في المادة، إذا بدك تحكي في مواقع أخرى بتحكي فيها عن موضوع غزة اليوم، هسه إحنا مع قرار الأعيان أو مع المخالفة أو إذا رأي مع النواب. خلاص شكرا. المقرر لو سمحت احكي مخالفة. زملاء زميلات، أطرح عليكم مخالفتي بالمادة 21 المتعلقة بالمادة 61، حيث أنا انحزت لقرار مجلس النواب السابق الذي تتحدث حول الإجازة. زملاء أرجو الانتباه لماذا أتحدث لو سمحت. دكتور خير أبو سعليك، لو الزملاء بس نسمع بعض. مجلس النواب ولجنة السابقة المجلس أخذ قرارا برفع الإجازة من 14 إلى 18 يوم للي أقل من 5 سنوات، ومن 21 إلى 24 للي أكثر من 5 سنوات. لماذا؟ الإجازات بالأردن تنظم للقطاع العام إن كان مدنياً أو عسكرياً، للمدني بموجب نظام الخدمة المدنية وخلافه. نحن نتحدث عن إجازات للقطاع الخاص للعمال والمستخدمين. لو سمحت بالله أخواني، ظل مادتين لو سمحتوا بعدين بتطلعوا، 5 دقائق وبنخلص لو سمحتوا. 5 دقائق لو سمحتوا. ولذلك الآن إحنا ننظم للطبقة العاملة، للعمال، للمزارعين، للذين يعملون، للمستخدمين بالقطاع الخاص. أوجز لو سمحتوا، بوجز اسمعوا لي. نظام الخدمة المدنية بيتحدث عن 21 يوم. يا إخوان، هناك خلط بالبلد يجري توجيه الرأي العام ما بين الإجازة والعطلة، إنه مجموع الإجازات والعطل كثير عندنا بالبلد. لو سمحتوا يا زملاء، والله لو يا زملاء، انه العطل والاجازات كثير.
احنا الحكومة اذا بدها تتعامل مع العطل او اي مؤسسات تتعامل، الاجازات حق للعمال، حق للمستخدمين. ولذلك الان انا اناشدكم الابقاء والانحياز لقرار مجلسكم برفع الاجازة من 14 ل 18 ومن 21 ل 24. بخلاف ذلك قانون العمل بلحظة خطيرة، من خلال مجلسكم مناشد الحكومة وأطلب منها أن تتقدم بقانون للحريات النقابية لعدم إحراج الأردن خارج الأردن. سعادة المقرر شكرا. من نصوت إخوان؟ من مع قرار مجلس الأعيان؟ أغلبية. شكرا. المادة اللي بعديها 39. ما في أغلبية. مادة 39. ما في أغلبية. أغلبية يا أخوي. إذا اعترض 10. إذا اعترض 10 مرفعين تصويت. وين التصويت؟ في حد معترض على التصويت؟ ما في اثنين. ديما المادة اللي بعديها 39 لو سمحت. مادة 39 لو سمحت يا سعود. تفضل يا دكتور خالد. ما في اقتراحات. أنا جواز النظام. المادة 27 بدل يودعه لدى يصادق عليه اللجنة مع الأعيان. من مع قرار اللجنة اللي هو مع الأعيان؟ أغلبية. شطبت كلمة لدى في 29 من قبل مع الأعيان. المادة اللي بعديها. المادة 37 مع الأعيان. 39 عندنا بس مع الأعيان طبعا. هاي مع الأعيان. 39 مع الأعيان. مادة 39. من مع قرار مجلس الأعيان؟ أغلبية. قانون بمجمله. شكرا. ترفع الجلسة لموعد محدد لاحقا. يعطيكم العافية.